كل واحده جوز
حاجه اللي اسمها بي دي اي. بي دي اي ده ديزيز اللي هو ما تقفلش بعد الولاده. طيب في شنطه ثالثه هنا. دي الشنطه الثالثه هنا كده. اسمها ايه الشنطه دي ما بين الاتين والاتين؟ اسمها فورامين اوفال. يبقى الموضوع كده هتقول لي كده اول حاجه في ثلاثه شنط في الفيتا ديفينيشن مش موجودين في القدم. دكتس بينوزس، دكتس ارتريوزس، و فورامين اوفال. وتقول لي كل واحده بتوين كذا وكذا. مفهومها؟ خلاص ماشي النقطه دي؟ نخش بقى نشوف الباسوي بتاع البلد ماشي ازاي. ازاي البلد بيمشي في الفيتا سيبريشن؟ ويبقى كده هنا البلاسينتا صح؟ البلاسينتا دايما ماشي في الامبريكال كود، امبريكال فيزرز، هيخش على الفيتس من خلال امبريكال فين؟ اوكسجينيتد ولا نون اوكسجينيتد بلد؟ اوكسجين ام اس كيو. هنا اوكسجينيتد بلد. وبعدين؟ هو ممكن يمشي كده ويخش على الليفر وممكن يخش كده، الاسهل ليه بالنسبه له المين باس واي ان هو يخش كده. ده المين باس واي. يعني في مينيمال امونت هتخش على الليفر، لكن المين باس واي تخش في داكتس فينوس. داكتس فينوس تحتوي على اوكسجينيتد بلد ولا النون اوكسجينيتد بلد؟ اوكسجينيتد بيجيب لك فريم فيوز هايست اوكسجينيشن للبلد. فريم فيوز كده ولا داكتس فينوس ولا امبريكال ارتريز ولا اي حاجه بقى ثانيه. يبقى ايه؟ طالما ما جابش عن برايك الفين يبقى ايه؟ داكتس اول ما يخش هنا بفرق في بين الجيبه هيختلط مع البلد اللي موجود اصلا بتاع البي مش البي بي في هنا اللي هو ليمب وفيسلا كده بيطلع بلد للهرم. فيحصل اختلاط ما بين الاوكسجينيتد والنون اوكسجينيتد بلد. بمعنى ثاني ان الاوكسجينيشن بيقل. يبقى هنا الاوكسجينيشن ايه؟ بيقل. وبعدين البلد يمشي كده لحد ما يخش على رايت رايت اتريوم ويقعد على رايت. خلاص؟ ده كده ايه؟ اول حاجه في البصويه وصلنا لحد رايت اتريوم. بعد كده بقى البلد من رايت اتريوم للاورطه هيمشي ازاي؟ من رايت اتريوم للاورطه. هيعدي من رايت اتريوم للرايت فنتكل. رايت فنتكل للبالمولا اتري بعد كده على الداكتس ارتيوزس للاورطه. يبقى استغلنا الشنطه الثانيه. طب في بصوي كمان من الرايت اتيوم للليفت اتيوم على طول. على الليفت فينتريكل على طول بعد كده يخش على الروت على طول. يبقى ما عداش على الايه؟ على اللانج ولا عدى على البلمونيا خالص اصلا. خلاص بقى دي الشنطيه الايه؟ الثالثه كده استغلناها. البلد في الاورطة بقى هيحصل له ايه؟ هيسبريد في جميع الاتجاهات، هيطلع لفوق يطلع ثاني للهيد والنك زي ما كان جاي من السويا من الكبد. هينزل لتحت اللي هو الليمب والفيسترا. ويقعد يتقسم 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 لحد ما يدي في النهايه امبريكا الايه؟ اوتريز. فيدي في النهايه الامبريكا الايه؟ اوتريز. دي تحتوي على النون اوكسجينيتد بلاد. ده البصويه. البصويه عشان تحفظه بدل ما تحفظ باراجراف في الكتاب قسم الكلام بس. قسمه لحد هنا. وصل هنا ازاي؟ بعد كده قسمه لحد هنا كده وصل هنا ازاي بعدها؟ من خلال اثنين شانس كده. وبعد كده اتجه في ثلاث اتجاهات في الاخر. ده المصوي ببساطه كده. يبقى بدل ما تحفظ باراجراف بتحفظ ايه؟ ايتمز كده نقط. لسه بقى الفيت. في ست تشينجز بتحصل بعد الدليفري. ست حاجات بتحصل بعد الولاده. ماشي خمسه منهم على رسمه. يعني اول حاجه الامبريكال ايه؟ الامبريكال فين هيحصل له اوبليتريشن. بتحول الى ليجامنت مشهور قوي الليجامنت ده اسمه ليجامنتم تيريز معروف بالنسبه لنا ليجامنتم تيريز يبقى لو ليجامنتم تيريز ده وانت تاخد الاناتومي بتاع الليفر زمان كان موجود في الريليشنز بتاعت الليفر ليجامنتم تيريز هو اصله كان ايه في الامبريولوجي كان امبريكال كان امبريكال فين طيب تاني واحد امبريكال ارتريز امبريكال ارتريز هتعمل ميديال امبريكال ليجامنت او اسمه التاني هيبوجاستيك ليجامنت انتوا عندكم ميديال ولا لاترال؟ لاترال انتوا عندكم لاترال يخليها ميديال واللي عنده ميديال يسيبها اسمها ميديال امبريكال ليجامنت او الاسم التاني هو ده اللي بيجي اصلا اسمها هيبوجاستيك ليجامنت طيب الضغط دي لما تقفل تعمل ليجامنت اسمها فينوزا يبقى الليجامنت اسمه فينوزا برضه اسمه ليجامنت فينوزا طب الضغط دي لما تقفل تعمل ليجامنتم او تريوزم لو ما قفلتش تبقى ليزيز بقى طيب الشنطه الثالثه بقى اللي هي الفورامين اوفال تعمل فصة وفالس تقفل وتبقى فصة وفالس اخر تشينج بيحصل هو ان البيبي ياخد نفس
اول ما البيبي ياخد نفس يحصل ايه بقى؟ نيجاتيف انتر ثراسيك بريشر، الشيست اكسبانشن ده يشفط البلد كله على اللنج. يبقى ايه اللي هيحصل اول ما يشفط البلد على اللنج؟ بيقفل والتاني اللي هو الفورم فالي يقفل. يعني مع اول ريليس للبيبي الفيتا سيركيليشن بتقف ستوب وتبدا سيركيليشن جديده اللي هي ايه بقى؟ البالموناري سيركيليشن. يبقى الفيس تو فيس ده حاجه مهمه جدا جدا لازم تحصل بعد الولاده. البيبي لو ما خدش نفس يبقى اللنج لسه بتاعته ما اشتغلتش، لسه الفيتا سيركيليشن شغال. خلاص فهم الاثنين بيتعارضوا مع بعض. بعد الولاده مع اول نفس الفيتا سيركيليشن تقف ويفتح قصادها البالموناري سيركيليشن. كلمه فيتا سيركيليشن تقف يعني الشنطات دي كلها تتقفل. ده معنى كده. ماشي؟ خلصنا كده اول موضوع. هنشيل من نفذ الكتير النهارده شويه. موضوع تاني مبسوميا ناخد فيها ديفينيشن كوزز دايجنوزز تيبي. ما تقعدش تكتبه بنفسك بالعنوان كله كده كوزز دايجنوزز تيبي. Definition. Causes. Diagnosis. Medication. يلا مكوسوميا. مكوسوميا يعني ايه الديفينيشن بتاعها؟ لازم يعني الفيتا الويت اكتر من 4 كيلو. هناك بتبقى 4.5 كيلو. انا بالنسبه لي مش انا اروح حمام كل الدول لهم نظام. اليو كي ماشيين على رقم واليو اس اي ماشيين على رقم ثاني. في ناس بتتابع دي وناس بتتابع دي. بس لو انت عايز انا الرقم اللي هو المحبب بتاعي هو ال 4 كيلو. كان في تمويل اكتر من 4 كيلو او الناس بتقول 4.5 كيلو حسب بقى الايه الرقم اللي انت عايزه. ماشي بالنسبه للكوسس بتاعت الماكروسوميا كلنا عارفين دايابيتس. لو جالك سؤال كوز اوف ماكروسوميا ميشن 5 كوزز كلنا هنكتب دايابيتس ونقعد تكتب دايابيتس 5 مواقف كده. ما اعرفش ليه ماشي. ايه اسباب الماكروسوميا؟ احفظها كده. لو هو كبير او هي كبيره وهو عجوز هو يعني 5 اسباب. اول حاجه لو هو كبير او البيبي كبير يعني في بريجس ماكروسوميا ممكن يبقى في ماكروسوميا غلط يعني ده ريسك فاكتور. في بريفيس هيستوري اوف ماكروسوميا او لو مره اوبيز هي كبيره. ايه اوبيز يعني او ايه اوبيز او ايه الحاجه المشهوره اللي احنا حافظينها اصلا هي دايابيتس. اوبيز او دايابيتس كل واحده منهم نقطه اصلا. لو هو عجوز يعني لو البيبي ده بوست تيرم شوف بقى تسميها بوست تيرم ولا بوست ليف زي ما انت عايز. بوست تيرم لو البيبي عندنا الشهر التاسع عندنا معانا عندنا 40 اسبوع او 42 اسبوع. لو هي عجوزه لو واحده مالتي بار عشان المالتي بار بيبقى عندها الماكروسوم كبير. مالتي بار انزل اسمها الماكروسوم بيبقى عادي. ممكن هو الجيل اعلي بيها الاب يعني ممكن يبقى الاب هو اللي كبير. يعني ممكن والله يكون جينيتك. فاميليال يعني فاميليال او جينيتك. قصدي يعني مش لازم الام ما لازمش ياخد الوراثه من الام يعني. ممكن يبقى الاب هو اللي اوبيس. زائد حاجات ثانيه. اي حاجه ما تتجاهلها ماشي يعني مثلا هيدروكسي فيتاليس. المهم ما تزودش حاجه ما حدش يزود حاجه. فيقول لو مش مقبول عندك حاجه ما تزودش. دي الكوز بتاعت الماكروسوم. طب الدايجنوزس. الدايجنوزس في 3 كلمات. اعرف ازاي البيبي جوه ماكروسوميك. هيستوري اكزامينيشن ابدومينال وانفستيجيشن. ايه في الهيستوري؟ هيستوري ذا كوز. مين هو يعني اشهر سبب؟ ايه الدايابيتس اللي احنا كنا حافظينه بالفعل؟ يبقى هيستوري ذا كوز اللي هو الدايابيتس. طيب حاجه ثانيه برضه اكزامينيشن. اكزامينشن ابدومينال اكزامينشن اللي هي فاندا ليفل. كلنا عارفين طبعا فاندا ليفل. ماشي فاندا ليفل ده هيكون هنا اعلى اكبر من بيريود اوف امينو. طب انفستيجيشن بقى ازاي اعرف وزن البيبي؟ ايه الحاجه اللي تقول لي وزن البيبي في الصنار؟ شفنا احنا صنار قبل كده مش كده؟ ايه الحاجه اللي تعرفني وزن البيبي في الصنار؟ ابدومينال سيركمفرنس. قلناها ولا ما قلناهاش قبل كده؟ ماشي الحاجات اللي احنا بنقيسها دايما يعني احنا ممكن ناخد مقاس الراس اللي هي ايه باي فايتال دايمتر
مقاس الهيد برضه ممكن اقيس الايه الهيد سيركمفرنس، اقيس الابدومينال سيركمفرنس واقيس الفيمورز. الحاجات دي كلها حاليا كله مع بعض كده يجيب لي الفيتال ايه ويت. لكن لو انت عايز حاجه واحده بس يبقى هي مين ابدومينال سيركمفرنس، دي ادق حاجه تجيب لي الفيتال ويت. اقيس الصوره دلوقتي مش بتحسب فيتال ويت من الابدومينال سيركمفرنس بس، بس قصدي ان ده ادق حاجه. هنا المقاس ده اسمه ايه؟ ليزي هيد سيركمفرنس. طب المقاس ده اسمه ايه؟ اسمه باي بايدل دايمتر، يعني دي الهيد بتاعت البيبي بيقيس كده باي بايدل وبيقيس هيد سيركمفرنس. طيب لو انا برضه دي بقيس ايه؟ دي الفيما بتاعت البيبي. خلاص دي الفيما بتاعت البيبي، بقيس الفيما لينس. طب دي ما تقولش عليها هيد سيركمفرنس، قابل الفرق ما بين الهيد والابدوم. دي ابدوم بتاع البيبي. بدل الابدومينال سيركمفرنس ده اللي بيجيب لي الفيتال ويت. الفيتال ويت بعرفه ازاي؟ بالابدومينال سيركمفرنس. طيب ممكن اقيس الحاجات الثانيه، ممكن الحاجات الثانيه برضه، لان هو الجهاز بقى بياخد المعلومات دي كلها، الباي باي مع الهيد سيركمفرنس مع الفيمال لينز مع الابدومينال سيركمفرنس، وهو يحسب بقى في النهايه كده الاكسبكتد فيتال ويت قد ايه. عشان كده الدكتور بيقول للبيشنت وزن البيبي مثلا 3 كيلو ونص، بيعرفها منين؟ ماشي، بيعرفها ازاي؟ بالايه؟ بالالتراساوند بالطريقه دي. السونار زمان كان بيحسبها من الابدومينال سيركمفرنس بلس، حاليا لا، مجموع الحاجات دي كلها مع بعض. ماشي. ايرلي لو انا لسه في الشهر الثالث ما فيش حاجه اسمها فيتا ويت بقى، انا باخد المقاس ده اسمه ايه المقاس ده؟ شفنا قبل كده زمان اسمه كراون امبلانس، ملوش دعوه بالموضوع دلوقتي. ماشي، لكن فيتا ويت بيتجاب منين؟ من الحاجات الثانيه، اهمهم ابدومينال سيركمفرنس، ده تقريبا ده اللي مكتوب عندك. طيب ده يبقى ده بالنسبه ازاي اجيب الفيتا ويت واعرف ان هو معكوس. طب بالنسبه للكومبليكيشنز، اي حاجه ولادتها صعبه يا ريت نثبتها بقى. انا قلتها في البيتش بقولها تاني، هنقولها كتير وبصفات في النبوه كذلك. يعني اي حاجه ولادتها صعبه تلاقي الكومبليكيشن بتاعتها اربعه دي، هيبتوم ولا لسه؟ انجري انفكشن انجري اسفكس انجري انفكشن انجري اسفكس، دول اربعه كومبليكيشنز. انجري في مين؟ انجري في المازلز، وقولهم بقى كلهم. لو سبتها تولد واحده معكوسه هيحصل ايه؟ هيحصل ستارت ليفر، فبالتالي ممكن يحصل من اول رابشر يتقص باي كانتير قشعي كانتير بيني كانتير بوست واتر ميموج وشوك. ماشي، ويحصل انفكشن، يحصل انجريس في الفيتاس، ممكن يحصل اسفيكسيا للبيبي. زائد بقى في كلمتين هنا، هي راسه كبيره وكتفه كبير. هو ماكروسوميا اصلا ده وصف البادي بتاع البيبي مش وصف الهيد. يعني في الديابيتس راس البيبي ما بقاش كبيره ولا حاجه. خلاص، فبالتالي لو الهيد كبيره تعمل اوبستراكت الليفر، لو الشولدر هو اللي بيعمل ايه؟ بيعمل مشكله كبيره جدا جدا اسمها شولدر ديسكيت. بمعنى صح انا بديك الماكروسوميا مخصوص عشان انا هخش بعدها في الشولدر سكيت. خلاص، فبالتالي الشولدر سكيت هنا هو ده الموضوع المهم جدا. خلاص، فبالتالي لازم تبقى عارف الماكروسوميا عشان تعرف الشولدر ديسكيت. ماشي. يبقى هنا من الكوميونيكيشن شولدر ديسكيت، يعني راس البيبي تتولد والشولدر اسمها شولدر ديسكيت. ايه التريتمنت بتاع الماكروسوميا؟ بسهوله جدا هنعمل ايه؟ هنعمل سيزيريان سيكشن. ذا بيست ان انا اعمل سيزيريان سيكشن خصوصا خوفا من حدوث اوبستاك ليفر وخوفا من حدوث شولدر. ماشي ماكروسوميا؟ بس
يعني الدايبيس ما بيكبرش دماغ البيبي، بيكبر ايه؟ بيكبر جسمه. فبالتالي ماكروسوميا ماتيريال اوبيستي او دايبيتس بوست تيرم ومالتي بارا. ماشي، يقول ار انتي بارتون. بالنسبه للدايجنوزز بقى، طالما الكوزز انتي بارتون يبقى الدايجنوزز ايه؟ طالما الكوزز كده يبقى الدايجنوزز ان انا اشخصها من الاول، مش هستنى انها تحصل. ما استناش ان ساعه الولاده واسف البيبي تخرج والشولدر يتزنق واقول ايه؟ ده شو دايجنوزز، خلاص ده اكيد شولدر ستوك. انت استفدت ايه من التشخيص بقى؟ ما استفدناش حاجه، المفروض انا من الاول البيبي الكبير ده اشخص ان هو كبير وما اعملوش ايه؟ ما اعملوش وجاينا دريبه. خلاص، فبالتالي المفروض من الاول انتيسيبيشن، علم على الكلمه دي بقى. انتيسيبيشن للدايجنوزز. اللي هو بمعنى تاني بريدكشن. بي بريدكتد. مش تستنى انها تحصل ساعه الولاده. ازاي انتيسيبيشن؟ اول حاجه طبعا ماكروسوميا، اسباب الماكروسوميا ونقولها تاني، اسباب الماكروسوميا ذات نفسها بقى، وقلنا احنا بريدكت الماكروسوميا او قصدي في شخص ماكروسوميا بالالترا ساوند. يبقى لو بريدكت اللي هيحصل شغل سكيا لو في ماكروسوميا او لو استخدمنا الالترا ساوند اللي هي بيبي ماكروسوميا. طيب حاجه ثانيه برضه المفروض ما نستخدمهاش اللي هي الميد فورسبس. كلمه ميد فورسبس هو المفروض الفورسبس ديليفري، عشان نستخدم الفورسبس على الهيد. لو الهيد اللي هي فوق الاسكال سباين، فاكرين الاسكال سباين؟ لو الهيد فوق الاسكال سباين يعني نوت انجيج، ممنوع نهائيا تستخدم فورسبس. ولو استخدمته اسمه هاي فورسبس. هاي فورسبس ده انت هتخش بالفورسبس جوه لحد الابدومن كده وتجيب الهيد من الابدومن، ده انت هتموت البيشنت كده، هيحصل لها ربشه يطرس ويحصل لها سيفير تروما. حاليا مفيش في الاوبستاتيك حاليا حاجه اسمها هاي فورسبس. اوبسليت. طب ايه ميد فورسبس ده بقى؟ ان الاوكسلات نزل عند الاسكال سباين او تحته سنتي او 2 سنتي بكتير. يعني الاسكال سباين ستيشن 0 او بلس 1 او بلس 2. لو انا شديت البيبي بالفورسبس اوكي مش هيحصل تروما ولا حاجه، بس حالات كتير حصل لها شولدر ستوك، لان البيبي كان من الاول اصلا كان هيبقى اوبستراكتد ومش هينزل. انت شديته بالعافيه، انت شديته بالعافيه في الشولدر ايه؟ الزنق. يعني انت شديت الهيد والشولدر لسه فوق، ماشي، فالشولدر اتزنق على السيرفيس بيوكس. عشان كده حاليا نعمل ايه بقى؟ ما عادش في حاجه اسمها بالفورسبس برضه عشان شولدر ستوك. امال ايه في ايه بقى؟ لازم الهيد تكون تحت اسكاس باين اكتر من 2 سم، نزل اكتر، فبالتالي الشولدر كمان نزل البيرفس برضه، ما بقاش الهيد بس. فانت ضمنت ان الشولدر كمان نزل تحت، ماشي. فبالتالي حاليا الحاله الوحيده اللي مسموح بيها هي اللو فورسبس، او حتى كان بقى اوتلت فورسبس. يعني الميد فورسبس مشكلته ايه؟ ان هو بيعمل شولدر سوكيا. ما تقوليش الهاي اصلا، انا اوبسليت اصلا عموما. الميد بتعمل شولدر سوكيا، اللو ماشي اوكي واحسن منها كمان بقى. الانديكيشن الحالي للفورسبس اوتلت فورسبس، ان نواصل البيبي تكون باينه خلاص، بس هي تعبت اكزوست بقى خلاص وحصل لها انيرشيا، يبقى الشده الاخيره بقى بالفورسبس. لكن غير كده لو الهيد لسه عاليه ما استخدمش فورسبس، عشان يبقى شولدر ديسلوك. يبقى ميد فورسبس، استخدام الميد فورسبس برضه لو في برولونجد ليبر. برولونجد ليبر ماشي. حاجه اخيره برضه بقى، ده شو دايجنوزز طبعا، هو ديورنج ليبر خلاص حصلت بالفعل، بس انا ما استفدتش حاجه من الدايجنوزز ده. خلاص يبقى هنا ديورنج ليبر اللي هو الفاينل دايجنوزز بقى ديورنج ليبر، ان تحصل بالفعل والتاني حاله شولدر ديسلوك. ايه كومبليكيشنز؟ انجي انفكشن، انجي اسفكسي ثبتناها. انجي في المذر خلاص اللي هم نفس السته اللي انا بعيدهم. انفكشن في المذر، اسفكسيا للفيتس، وانجيز في الفيتس. ايه بقى الانجيز؟ الانجيز هي اللي مش بثبتها. انجيز في الفيتس مختلفه من الموضوع التاني. هنا الانجيز كلها حاجات لها علاقه بالايه؟ بالشولدر. يعني ممكن يحصل ميك انجي هنا اسمه ايه؟ ليبس بوبسي. عدى علينا ليبس بوبسي فين قبل كده؟ في البريتش. الموضوعين اللي بيعملوا ايه بس بوكسي في المنهج؟ البريتش لما كنت بعمل موضوع اسمه جو فليكشن شولدر تراك، والحاجه الثانيه اللي هو في الشولدر ليست. دول الموضوعين اللي بيعملوا ايه بس بوكسي في المنهج. طيب يبقى ايه بس بوكسي؟ لو ان جي للبريكر بريكسس رقم 5 و6، سي 5 وسي 6. ايه تاني؟ ممكن برضه يحصل فراكشر في الكلافي كده. الدكتور هو اللي بيعمل الكلام ده، يعني الدكتور عشان يولد البيبي احيانا يضطر يعمل له فاكشر في الكلام. خلاص، فبالتالي دي كلها انواع تروما للبيبي. اخر حاجه بقى تريتمنت، وده اهم عنوان في الشولدر هاو تو مانج بقى. اول حاجه كده، مش احنا قاعدين نقول انتسيبيشن وبعدين نقول ان الاسباب انتي بارتم، يبقى من الاول كان المفروض ايه؟ بريفنشن. يعني ازاي بريفنشن؟ البيبي الماكروسوميك المفروض انا اعمل له سيزيرين سيكشن. خلاص، يبقى بالتالي بريفنشن انا اعمل سيزيرين سيكشن للبيبي لو كان ماكروسوميك.
وما استخدمش الميد فورسبس، ما استخدمش فورسبس على هيد عليها. هو نوع الفورسبس في البدايه دي، صح المعلومه دي؟ قلناها في المعلومه دي ولا لا؟ يا سلام، قلناها في الدايبيتس. ممنوع استخدام فورسبس او فنتوس في الدايبيتس. ترجع تاني للمانجمنت اوف دايبيتس هتلاقيه تالت حصه هنا او رابع حصه تقريبا. ماشي. في موضوع الدايبيتس كنا قلنا في المانجمنت مفيش فورسبس. ها؟ نون ستيمنتس بالظبط. وان ستيمنتس يعني فورسبس. وقلت لازم اقول الكلمه نون ستيمنتس. ماشي. يبقى نون ستيمنتس ليه التفسير ايامها عشان شو التايمز. طيب خلاص، يبقى ده بالنسبه للايه اول حاجه كده بريفنشن. طب اكتف تريتمنت، اول كلمه هو عايزك تكتبها، اول كلمه تتحاسب عليها، مش عارف هي مكتوبه في الكتاب ولا لا، زودها لو مش مكتوبه عندك. انا مش فاكر اصلا انا كتبتها ولا لا. اول كلمه لو حصل شغل وسكت هتصوت فول فول. دي اول كلمه هم عايزين يسموها فول. اول ما يحصل شغل وسكت هتصوت. ده اول حاجه في المجموعه. ماشي. يبقى انا كاتبها ولا لا؟ فول فور هيد دي اول كلمه هو عايز يشوفها. فاللي مش مكتوب عندي زودها. حتى في تحشيشه عالميه يعني مكتوبه في الكتب كده من كلمه هيد يعني، بس انا مش هقولها كده. يعني هو من اهميه الكلمه هم عملوا تحشيشه من كلمه هيد بالمنوفرز وكده، عملوها من كلمه هيد، بس انا لقيتها مش جايه مش ماشيه. تلزيق للهيد للحروف يعني. نشوف بقى كده المنوفرز اللي انا هعملها ايه. اول حاجه هتصوت، ناس تيجي وتبدا تمانج انت بقى. في 10 مانجمنت كده هنا، بس يفضل بالترتيب. ليه؟ لان احنا كل ما ننزل لتحت هنتخلى عن مبادئنا شويه. ازاي؟ اول حاجه كده تعملها ايه بيزيوتوني. اف نوت دان يت. هو دلوقتي مش انا بيفترض ان انا اعمل بيزيوتوني للهيد. فايه اللي انا ما كنتش لسه عملته والشغل ده انا؟ اعمل بقى بيزيوتوني. مش معنى الكلام ان انا اعمل بيزيوتوني تاني. يعني لو عملت بيزيوتوني بالفعل ما تعمليش بيزيوتوني تاني مره ثانيه. هو واحد بس. ايه بيزيوتوني للشرطه لو ما كانش لسه اتعمل. من الانديكيشن بتاع الفيزيتوني شورت باود ستوك يعني. طيب يبقى الفيزيتوني تاني حاجه هنحط قاعده كده المفروض نمشي عليها. هنشوف كده نقدر نمشي عليها للاخر ولا لا. انا يهمني في الشورت باود ستوك عشان الام سي كيو المانوفرز الغلط. اللي احنا هنقولها هنا افويد بوشنج بولينج بيفوتنج. يعني واصل بيبان شدش ما تزقش ما تلفش. امال اعمل ايه؟ اقعد اتفرج بقى. بس احنا حطينا قاعده، هل هتقدر تمشي عليها للاخر ولا لا؟ هنشوف. يبقى افويد بولينج بوشنج اند بيجيب لك كده ذا فولوينج او مانوفرز بشورت باود ستوك اكسبت. يقول لك مثلا بولينج. يبقى بولينج ده ايه؟ ده مش صح. ده مانوفر غلط. بس يبقى ما تشدش وما تزقش ما تلفش. كل دي حاجات غلط. امال نعمل ايه بقى؟ اول مانوفر صح هنعمله هو سوبر بيوبيك بريك. بس انا خد بالنا من الكلمه دي، انتوا بتاخدوا كلام بالشبه برضه. انتوا بتقولوا الثلاثه بيك اب مش هكلمهم؟ ماشي. مش هكلمهم؟ مش هكلمهم؟ طيب مش مشكله يعني. هي حاجات غلط يعني. طيب بولينج بوشينج بيفوتينج. بولينج يعني ما نشدش كده ما نزقش كده، بوشينج ما نلفش كده. دونت بصي هي مكتوبه كده في الكتب. دونت بول دونت بوش دونت بيفوت. طيب امال نعمل ايه بقى؟ اول ما نوفا صح هنعمله اسمه سوبر بيوبيك بريشر. اول ما نوفا صح هو سوبر بيوبيك بريشر. وخدوا بالكم من الكلام، بيلعبوا بالكلام. بيقول لك المنوفا اللي فيها صح هيكسبت، يحط لك فاندر بريشر. في ناس بتاخد بالشرع يقول لك صح. مالهاش علاقه خالص. سوبر بيوبيك بريشر يعني زق فين؟ هنا كده. اما فندق بيجا بزقها هنا. يعني البيبي دلوقتي مزنوق اهو. سيمبلز بيبس اهو، ده سيمبلز بيبس. لو انا زكيت كده انا بزنق البيبي اكتر. لكن لو انا زكيت كده يبقى انا بزق الشولدر كده بعديه تحت السيمبلز بيبس. مفهوم؟ يبقى انا بعمل زوج وبيبي بيجا مش فندق بيجا. ماشي. يبقى هنا سوبر بيبي بيجا. في منوفا تاني اسمه ماك روبرت مانوفا. اهم مانوفا في الشولدر سيت. هم اهم اثنين هم دول سوبر بيبي باشا والتاني اسمه ماك روبرت مانوفا. شايفين الوضع ده؟ البيشنت كانت نايمه كده
او ممكن تبقى واقفه على رجليها لفوق. ايه اللي حصل بقى؟ ما حصلش ولا سكينه، خدت رجليها عليها. المنظر ده اسمه ايه؟ الوضع ده اسمه ايه؟ اسمه ماك روبرت تمنور. عملت ايه في الهيب؟ فليكشن عليه. ماشي. هنا برضه اهو هي كانت نايمه كده، بعد كده لما حصل شغل كده حصل ايه؟ قربنا الهيب، خلنا الهيب على ايه؟ على جسمها. اسمه هيب فليكشن او اسمه ماك روبرت تمنور، اهم منوفر في الشغل ده. ليش معنى المنوفر ده بيعمل ايه؟ هو دلوقتي البلفس كان عامل كده، لما الست خدت رجليها عليها السيمفيس بيبس اب، هو ايه ده السيمفيس بيبس اب؟ السيمفيس بيبس ماله؟ هيطلع لفوق صح؟ خدت رجليها عليها، هو ده المظهر، هي كانت رجليها كده، خدت رجليها عليها، فالسيمفيس بيبس طلع لفوق. فلما يطلع لفوق يعني هو كان كده، لما يطلع لفوق الشولدر كان كده، وهو بيزحلق لفوق بقى هيطلع، يعني هو هيطلع لفوق فالشولدر يزحلق لتحت، في نفس الوقت انت عامل سوبر بيبك باشر، يعني تضغط على السيمفيس بيبس، على السيمفيس بيبس سوبر بيبك اللي تحت كده، والسيمفيس بيبس بيتحول بقى هو نفسه كده فيتزحلق يجي تحت السيمفيس بيبس. خلاص. يبقى هنا انت بتعمل اثنين مانوفر مع بعض، سوبر بيبس فيجن مع الفريكشن المفروض عشان الشوت ده يتزحلق تحت السيمفيس بيبس. حاجه ثانيه، تخيل كان شكل الهند اتعامل كده وهي نايمه، طب لما خدت رجليها عليها بقت عامله ازاي؟ بقت ستريت كده، يعني الشكل الاوتلت قصدي البلفس يعني كده يعتبر وسع صح؟ الهند كانت عايزه تعدي من الحته زي دي، لا لما اتعدل كده خلاص فتحس ان الفتحه وسعت شويه. فبرضه ماك روبرت مانوفا مش مهم الميكانيزم خالص ولا بتاع، انا يهمني بس انت تتخيل يعني ايه ماك روبرت مانوفا. ايه هو الماك روبرت؟ ده عمل هيب فليكشن بس، هو ده شرح، مفيش تفسير ولا اي حاجه، هو بس انت تفهم يعني ايه. لو فشل بقى هنضطر نبدا نتنازل عن مبادئ. ايه بقى المبادئ اللي احنا نتنازل عنها؟ مش احنا قلنا من شويه افويد بولينج بوشنج اند بيفوتين؟ طيب هنضطر بقى نضحي بحد بقى، هنعمل ايه؟ المانوفا اللي بعده هبدا الف الجيم، في كام مانوفا كده بلف فيهم الجيم، واحد اسمه وودز سكرو مانوفا، في مانوفا ده اسمه روبين، انا كاتبه ولا لا؟ روبين مش مكتوب في الكتاب اصلا، انا مش هخلي الزمان اكتر من الكتاب، مش معقول يعني. بس في ناس قالته يعني، ولو بحثت عنه على النت هتلاقيه، بس هو مش مكتوب يعني زيه زي الوودز سكرو مانوفا. هقول لكم الكلام واللي يعجبه ايه يعني. وودز فون هو ده لازم عارفين، وبين ده الواحد مش موجود في الكتاب. بعمله ازاي بقى؟ يعني تعرفين لما حاجه تكون معصلجه كده بنقعد نعمل ايه؟ نخلعها كده عشان تنزل. فالشولدر برضه قافل كده، فبعمل ايه؟ بدخل ايدي كده بيهايند الانتيريور شولدر واعمل ايه؟ الف البيو اجيبه في الاوبليك. لو تسلك ونزل ماشي، ما تسلكش او مكمل اللفه كلها 180 درجه. فوانا بلف البيبي بايه؟ الشولدر بيفك كده وينزل تحت السيمفيس بيبس. يعني بلف ايه؟ يبقى وودز سكرو مانوفا بلف الشولدر 180 درجه. بس وودز سكرو مانوفا بحط ايدي هنا، فما بين الاثنين انا بحط ايدي هنا، يعني ايه؟ ان فرونت اوف بوستيريور شولدر كده والف البيبي. لكن الثاني روبين بحط ايدي كده والف البيبي، هما الاثنين زي بعض. يعني الدنيا في النهايه البيبي بيتلف 180 درجه. دكتور هو اليوترس لو سمح ان يخش اصلا كان شو يوترس ايه؟ قصدي السيرفكس لو كان سامح سيرفكس ايه برضه؟ امال فين حنين؟ فين ايه؟ في الفاجاينا خلاص، راسه بره في الشارع. دي فاجاينا دي. ماشي انت دلوقتي فين بره خلاص؟ لا السيرفكس ده فوق السيرفكس، سيرفكس فوق خالص. تمام برضه لو هو سامح ان ايدي تخش كان اول ما الشوطه ينزل. خلاص لو ما سمحش خلاص، لو ما سمحش مش هتعمل منوفا ده. انت بتحاول تعمل، حاول تخلي لو صوتك رفيع يبقى ماشي، يعني هتقعد تتفرج عليها يعني. مش قصدي المنوفا ماشي، هو دلوقتي هو مظلوم من هنا، بس هنا في سبيس، هو سامع هنا ده كبير كده عشان يزيد كده، هو في هنا سبيس دخل ايدك كده تمام، بس انت مش هتدخل ايدك كده، وهو ده اللي انت بتحاول تعمله. هو لك الحته دي ضيقه، انت لما تلف وتجيبه كده مجاز الحته دي اوسع، ولان انا دخلت ايدك اهو فجاز الحته دي اوسع. ماشي. فده اسمه وولز سكرو مانوفر، ده مانوفر مهم جدا جدا. وفي حاجه اسمه روبين، ده اوبشن ليك لو عايز تعمل، لو عايز تعمل الشفوي طيب بدل نفضل اعصابنا والبيبي لسه ما نزلش برضه، هنبدا نبدا اصلا نعمل ايه بقى؟ نبدا نشد، تبدا كده تلاقيه يقعد يشد في راس البيبي، ممكن تطلع في ايده
كان بيعمل كده فالك دايركشن وده طبعا موهبة وحش فالك دايركشن مع صوبة وبيمت بيضة بقى أي كلام ده. طيب في ايه تاني بقى ممكن برضه الدكتور بقى لو فاكر أعصابه خالص بقى ممكن يبدأ يعني هيرحب البيبي علشان الأم تعيش فيعمل يخش ويبوظ يعمل فاكشر للكرافتي بتاعت البيبي يخش بإيده كده ويكسر الكلابي كده بس الصندوق بتاعه كده يكسر الكلابي بس يكسرها ازاي؟ يعني يكسرها كده ولا كده؟ من تحت لفوق كده؟ اه هو ده المفروض الصح التكنيك الصح كده ليه بقى؟ لأن هو لو كسرها من فوق اللي تحت كده هيقوم الفراكشر ده عندي دي تخش في اللور بقى لكن من تحت لفوق دي سيف والكلابي كده مفيش فيها مشكلة خالص ولا بتتجبس ولا أي حاجة خالص مش عايز تكون زي بس انت لو بتكسرها الدايمتر ده بيظهر اسمه الدايمتر ده اسمه بيس اكوميون دايمتر لو بتكسره البيس اكوميون دايمتر بيظهر طيب ولا مات ولا تشي لو مات بقى لو مات هعمل ايه بقى همسك الكلب بتاعه واكسره حته 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 صغيره بقى لو ليت بيبي مش بكسر بالصنف بتاعي ده انا بجيب مقص بيجيب مقص كده كبير كده عامل زي المقص اللي بيقصوا بيه الزبن يقعد يقصقص في الايه في الكلاب بتاعت البيبي استزعل يعني يسموا العمليه دي كلايدوتومي لو لقيت بعمل له كلايدوتومي يعني فتره الكلاب كده بس بديت بيبي طب ولو فشلت في عالم كان زمان بيحلم بموضوع شغل ذكيه كتير ف لما صحى من كده كتب الموضوع اللي هو قال ده اسمه زمانيني زمانيني ده هم بيحبوه عشان اسمه حلو بس كلام خيال كان خيال علمي ايه زبانيلي ده بقى بيقول لك ده عمل كيفاليك ريبليسمنت فلو بارس زي انزكشن يعني اصلا بقى صح هيعمل ايه خلاني يعني وفتح والد البيبي زي انزكشن عمل كيفاليك ريبليسمنت فلو بارس زي انزكشن او بمعنى تاني هو اللي عمله فعلا ايه بقى هو فتح اهو لقى ان البيبي قاعد يشد فيها وواحد تاني من تحت او هو جايز بايده التانيه بقى صغير بقى الدنيا معقمه يعني فول مساعد يعني المهم حد بيزق له من تحت كده اهو وهو بيشيل بس بيده لحد ما يطلعه بس يبقى حصل له سيرفال بولس بعد كده طيب اخر حل بقى احنا كده عملنا كل حاجه بوظنا بالبيبي خلاص البيبي مات فنموت هو بقى كمان نعمل ايه بقى؟ اخر حل لينا خالص اللي هو سيمفيزيوتومي سيمفيزيوتومي ده يعني انت بتفتح سيمفيزيوتومي بس ما عادش هيحصل له هيلينج يعني الست ما عادش هتمشي بعد كده قدامها 30 سنه عبال ما تطلع تعرف يعني ايه هتمشي شويه فده سيمفيزيوتومي از نوت دان ان مودرن اوبستريك او في ديفولوب بلاش ديفولوب في المودرن اوبستريك او في الزفيلايز اريا ما عادش حد بيعمل سيمفيزيوتومي حاليا نوت دان نو دايز سيمفيزيوتومي في المنهج عدت علينا مرتين فكان هم الاثنين خليناهم دلوقتي اول موضوع شغل في سوكيا دلوقتي اهو ايه الموضوع تاني اه بالظبط افتر كامينج هيد بالظبط اريستد افتر كامينج لما يكون في كونتاكتد اوت كليت اوت بيت اون سيم فيزيو دول الموضوعين اللي فيهم سيم فيزيو في المنهج ماشي يبقى طبعا مش معقول تقول لي اول كلمه في المانجمنت سيم فيزيو تو ما يصحش ها مش كده بقول لك قول المانوفا بالترتيب كل ما تنزل لتحت كل ما بنتخلى عن مبادئنا شويه فاهم اثنين مانوفرز اللي هم مقررين في الاول سوبر بيبر بريشر والثاني ماك مبادئ نخش في اللي بعده اول ما قلتوش ده انتوا عندك كل فوق هيك انتوا لا كده بس كل ايه ولا لا مش مكتوبه تحشيشه ما فيش اه ان على ثلاث اشخاص عزيزي أطفال ومين بقى؟ مساعد أسيستنت ولا حد أكبر مني؟ أسيستنت يا أطفال خوري ناخد اللي بعده؟
بالنسبة للديفينيشن بيتم ليبر يعني البيبي ديليفر ده امتى؟ من 20 اسبوع ل 37 اسبوع. يا بيتم ليبر معناها ان الايج بتاع البيبي من 20 ل 37 اسبوع. الصراحه للبيبي بتبقى بتتفطر. طب وزن البيبي بيبقى كام بقى؟ اقل من 2.5 كيلو صح ولا غلط؟ اه مش لازم مش لازم هو غالبا اه اقل من 2.5 كيلو يعني لو بيس ويت. بس كلمه بيتم ليبر نفسها كديفينيشن مالهاش علاقه خالص بالوزن ولا علاقه بالايه بالعمر بقى بتاع البيبي. ممكن يكون ماكروزومي يكون نزل بدري يبقى وزنه عادي 4 كيلو مع انه بيتم ماشي. ما حدش يقول لي الديفينيشن ان وزنه ما تقولش الوزن في الديفينيشن. طيب يبقى هنا البيتم ليبر بالنسبه بتاع البيبي من 20 ل 37. بالنسبة للإتيولوجي كوزس كوزس في حاجات مدانة حاجات فيتال في حاجات في الدكتور. انت لو حاجات المدانة اللي هي العناوين بتاعت البوستات كلها عناوين البيج ماز اب ونعمل 60 في المرة ونقول يلا عناوين اللي هي مين؟ فاتت مذكرات الميديكال ديزوردرز وخصوصهم كلهم بيوكلامسيا وهارت وديابيتس ورينال ديزيز وليبر ديزيز ماشي. فكل الايه؟ كل الميديكال ديزيز. طب و60 بقى؟ 60 في جينتا كلام على مصدر او انتي بقى طب مش برضه يبقى كل الميديكال والانتي بقى طب مش يعني لو احنا حصل لها اتاك وبليدنج عند مثلا 33 اسبوع بطل ان انا اولد يعني مش لازم بيتم ليبر ان هي تولد من نفسها. ممكن بيتم ليبر ده يكون او ماتيوتي دي بتبقى سيزيان سيكشن عادي يعني. طيب ممكن كونجينيتا انولي في اليوترس لو اليوترس بايكون اليوترس او ست تيوترس اي حاجه اي اكزامبل. طيب تروما ممكن برضه اي تروما للابدومين او فينا اكزامبل حلو قوي يمشي تروما ويمشي كونجينيتا. احسن اكزامبل هنا يتقال اللي هو سيرفايكال انكومبيتنس. عدى علينا كده قبل كده سيرفايكال انكومبيتنس كان بيعمل كارد ابوشن بس كان ايرلي ولا ليت؟ ليت طبعا. ليه؟ لان هو البيبي بينزل بوزنه السيرفكس ضعيفه بينزل بوزنه فممكن ينزل 18 اسبوع يبقى كارد ابوشن ليت. وممكن ينزل مثلا 25 اسبوع بوزنه برضه ماشي. فبالتالي هو يعمل بيتم ليبر او يعمل ايه؟ او يعمل ليت ابوشن سيرفكس انكومبتنس. وبمناسبه السيرفكس انكومبتنس هو مين اللي بيبقى واسع؟ السيرفكس كده اهو ده انترنال ولا اكسترنال. مين اللي واسع؟ انترنال طبعا واخدينه زمان الموضوع ده. هو انترنال بس بيبقى واسع الاكسترنال سلم يعني تشخيصه ازاي اللي هو السباجه الكومتنس ده؟ تشخيصه بالالتر ساوند يعني ما ينفعش افتح بالكاسكو وابص على السيرفكس ايه واسع مش هشوف انت تشوف الاكسترنال سليم. تشخيص الكومتنس بالالتر ساوند تي بي اس هنلاقي ايه؟ هتقيس المسافه دي انت انا ببص الاقي اكتر من 8 مللي دايفيشن وتلاقي اللينس بتاع السيرفايكال كانت قصر. هو المفروض طولها كام؟ السيرف ده كان طولها كام؟ 2 سم. لكن في الحاله دي هتكون ايه بقى؟ هتكون قصر بقى قصيره خالص خلاص. فبالتالي السيرفايكال انكونتنس ده من الاسباب المهمه جدا. ممكن انفكشن ماشي. ممكن برضه ايه؟ نيوبلازم. نيوبلازم زي ايه مثلا؟ فايبرويد فوليوتاس اوكي ممكن بيعمل بيتم ليبر. طيب بالنسبه للفيتال كوزز بقى فيتال كوزز بنسميها كده ده لو كان ايه؟ لارج بيبي. لارج بيبي لانه بيعمل اوفر ديستنشن لليوتاس بيعمل كونتراكشن بقى. فاكرين ميكانيكال سيري اللي بتعمل اندكشن للليبر مش في نظريات كده بتفسر لي الاوست اوف ليبر واحده منها ميكانيكال ان اليوتاس لو حصل اوفر ستريتش يكونتاكت بدري زي مين؟ زي ماكروسوميا وزي التوينز. التوينز برضه بينزلوا بيتم عشان في اوفر ديستنشن. لو البيبي ديد يعني لو جاي لك عيل ميت 32 اسبوع هتعمل ايه؟ هتسيبه ولا هتولده؟ هتولده وهو لسه 32 يبقى ده ايه؟
ده بيتم ليه ولا تعني البيبي ليفنج ولا ديت. المهم انها ولدت في الفتره دي وخلاص بقى الليفنج ديت السيجيريان فاجينا مش فارق ماشي. فلو اي او اف 3 او في وضع الاي او اف 3 يعني لو كان مثلا كل جينيتال انوم في البيبي ممكن برضه نيجاتيف اللي هي او اتش ايزونيزيشن. واحده او اتش نيجاتيف وعندها ايزونيزيشن والبيبي بدا يحصل فيها هيدروبس وبتاع هنضطر ان احنا نولد بدري خلاص. يبقى ده بالنسبه للفيتال اندكيشن. اخر حاجه بقى الحاجات اللي وصلت الدكتور بقى الدكتور هو السبب. يعني الدكتور هو السبب ازاي؟ لو عمل بريماتيو اندكشن اوف ليبر يعني واحده جات له مصدق ان البيشن تدخل العيال عنده بتحصل الكلمه دي كتير على طول دايما. ايه؟ تلاقي واحده 36 اسبوع يا مدام العيل لو انت خرجتي من هنا انا مش مسؤول على العيل ده. الكلمه دايما اللي بيقولوها يخوفوا البيشنز بيها. لو خرجتي من العياده يعني لو خرجتي على الباب كده لازم قيصري اي حاجه اللي هي دكتور او اي بي الف اي حاجه اصل الميه ينشفت بالظبط ماشي. فطبعا ده كله كلام ماشي. المهم فده طبعا ايه وفي للاسف ناس كبار جدا ناس كبار جدا واسماء يعني ناس كبيره جدا وبتعمل الحركات دي ماشي. فهنا بيبقى شويه اندكشن للليبر اللي بتحصل كتير جدا مش اندكشن الليبر كمان ده يعمل سيزيان سكشن ماشي. ف اوكي ممكن برضه هو بيعمل اكسيدنال كيفالك فيرجن. فاكرين اكسيدنال كيفالك فيرجن كنت بعمله على كام اسبوع؟ 6 اسبوع. ممكن وانا بلف البيبي استيميليت اليوترس ممكن برضه اعمل سينثيزيس. دي كلها حاجات ايروجينيك بتختار السبب. اعمل سينثيزيس يعني انا بخش بايبي واسحب عليه فلويد فانا ممكن اخش اوبشن من بين خلاص. فبالتالي لو اوبشن من بين بقى ممكن تخش في ده بقى. دي كلها حاجات ايروجينيك كده. خلصنا الكوزز بتاعت البي تي ام ليبا. حاولوا تكتفوا بالاسباب اللي عندكم ولو انا زودت اي حاجه خلاص مش حافظ السماء في ايه. اوكي ناخد الدياجنوزس ازاي اشخص حاله بي تي ام ليبا بقى. اول حاجه هيستوري اوف ذا كوز مين السبب اللي احنا هناخده كاكزامبل. طيب عايزين سبب حلو كده قوي كده سيرفايكال انكومتنس ده اقوى حاجه. يبقى هيستوري اوف ذا كوز خصوصا سيرفايكال انكومتنس. وانا بشخصها ازاي؟ اعمل الترا ساوند الاقي الانجلينا بص اكتر من 8 مللي والسيرفايكال كانال اقصر من 2 سم. ده تشخيص سيرفايكال انكومتنس اللي هو ايتيولوجي. يعني مش كل البيتين لازم سيرفايكال انكومتنس. انا بقول ده سبب قوي يعني سبب من الاسباب المهمه ماشي. فهيستو زي ايتيولوجي وقلنا ايه اكزامبل سيرفايكال انكومتنس وعدى علينا قبل كده بالتفصيل سيرفايكال انكومتنس. احنا بناخد الكلام ده ايه تاني بقى؟ تاني حاجه الدياجنوز بتاع السويتن يعني ست لسه مهدده جايه بتشتكي بس هي لسه مش بيتم ليها ولا حاجه مش استابليش دياجنوز. يعني امتى الست تكون سويتن بيتم مهدده ان يجي لها بيتم؟ زي مثلا حالات التويز تلاقي الست دايما في الشهر السابع قدام تشتكي من ايه؟ من ابدومينال كرامبس تشبه الكرامبس بتاعت المنستويشن. يبقى كرامبس لايك منستويشن يبقى كرامبس عامله زي المنستويال كرامبس. حاجه ثانيه هتلاقي في يورينيشن بيبقى فريكوينت عندها بريشر سيمتومز ماشي. وعندها بريشر سيمتومز بشكل باك ايك ده في فريكوينسي في الاكتيفيشن يورينيشن وفي عندها كمان بريشر سيمتومز بشكل باك ايك. واهم كلمه في الدياجنوزيس يعني هنا او هي جايه تشيك ايه اهم كلمه في الشكوى بتاعتها ان في ابدومينال كرامبس شبه المستوى الايه كرامبس. لكن هل ده شو دياجنوزيس يعني دي اكيد خلاص حاله بتعمل؟ لا لسه استابليش للدياجنوزيس بقى لما تكون نفس الثلاثه دول. يعني في حاجه اسمها استابليش بيتم يعني حاله بيتم يعني محتاجه ايه؟ هوسبيتاليزيشن. اهم حاجه بقى ان انا اشخص بيها بيتم هي ايه؟ ان انا افحص بي في الاقي سيرفكس بي تشينجز. يبقى البي في يبقى هم نفس الثلاثه دول. المقابل دي عشان ما تقعدش تدور عليها كتير قصدي بيها الكلام واليورين والبريشر. زياده على ايه بقى؟ زياده عليها سيرفايكال تشينجز. ايه بقى سيرفايكال تشينجز اللي بتحصل؟ ان يحصل افيسمنت ما قلتش سيرفايكال دايليتيشن. مش لازم يكون سيرفكس دايليتد ممكن سيرفكس يكون افيز. عارفين كلمه افيز يعني ايه؟ فصلناها في الليبر صح؟ يعني السيرفكس بدل ما يكون سلك كده لا هيبقى سن في ثن. لو الافيسمنت وصل 80% افيسمنت وصل 80% يبقى دي حاله استابلش بيها او سيرفايكال دايليتيشن اكتر من 1 سم. دي الارقام اللي انت تحفظها. الفيسمنت 80% او الدايلتيشن 1 سم.
في حته نازله جديده ريسنت كده برضه حلوه، نزلت الكتاب عندنا عادي يعني هقولها، اللي هي ايه اسمها فيتال فايب ونكتين. الفيتال فايب ونكتين ده هقوله ولو ما فهمتوش خلاص حصل خير، ما هوش يعني ده حاجه ريسنت كده. يقول لك في ماده اسمها فيتال فايب ونكتين دي بتشخص لي بيتعمل ايه، بيوت اصحاب تعمل تكساك في فيتال فايب ونكتين كده. دي ماده موجوده فين؟ عامله زي الاسمنت كده، هي لك زيها زي الاسمنت يعني لازقه ايه لما يمسك ساعه كده في النور بتاع اليوتريس. يعني هل طبيعي تلاقي الفايب ونكتين دي هنا في السيركس او في الفاجينا؟ مش طبيعي ان احنا نلاقيها كده، لكن لما يبدا يحصل كونتراكشن في اليوتريس كونتراكشن بجد ده اسمنت ده هيتكسر هيبدا يقع. يعني لو عملت ديتكشن للفيتال فايب ونكتين في السيرفايكال سكريشنز في الفاجينا سكريشنز، لو عملت له ديتكشن يعني دي فعلا الكونتراكشنز اللي بتجي لها دي مش دلعبه مش شويه مغص مطمنه خلاص، لا ده فعلا البيتوس بيكونتراكت. واحده جايه لي بكامبس وخدت فيتال فايب ونكتين، خدت سامبل من السيرفيس او الفاجينا سكريشن ولقيت فيها فيتال فايب ونكتين، دي علامه ان هي فعلا ده بيتيرمينال. لكنها جود سنسيتيفيتي، هي جود سنسيتيفيتي مش سبيسيفيك. يعني ايه؟ يعني جود نيجاتيف، يعني لما ما تلاقيهاش دي تنفي بيتيرمينال، لكن لو لقيتها مش معناها انها بيتيرمينال. مش كده؟ مش مهم قوي يعني. في ده فايب ونكتين دي حاجه ريسنت في الدايجنوزس. افتر دليفري بقى نوصف البيبي بعد الولاده، الكلام المفروض انت حاطه في الاطفال. وصل البيبي البيتر بعد الولاده. يعني عنده ايه؟ فوق كده من فوق لتحت، اول حاجه بيبقى فيه فاين هير، شعر قصير خالص. بعد كده عارفين البوستيريو فونتانيل؟ بيكون لسه اوبن، المفروض ان هو بيقفل على الشهر التاسع. لا هنا بيبقى لسه ستيل اوبن. ماشي، هنا الكواي بتاعته يبقى فيه ايه؟ ويك كواي. السكين بتاعه مفيش سبكوتينيوس فات، عنده انكل سكين، عنده ويك كواي، عنده بول ساكلينج، عشان كده بيخش في مال نيوتريشن. عنده بول ساكلينج، مش بول ساكلينج بس، ده بول ريفلكسز كلها، كل ريفلكسز جواز ريفلكس وحاجه اسمها مو ريفلكس وشويه ريفلكسات كده اللي هي في الاطفال دي برضه بتبقى لسه مش ويل ديفولبد. طيب انزل تحت كده برضه هتلاقي ممكن يبقى اند سينتس، هتلاقي الاواخر الاول قصيره الشورت نيمز والمي بي اند سينتس. هنا برضه في رجله كده في هنا ترانزفيرس كريز، هيكون عنده ترانزفيرس كريز بس. طيب وزنه قد ايه البيبي؟ وزنه اقل من 2.5 كيلو غالبا. انا قلت ان هو الوزن هنا مش تبع الديفينيشن، بس البيبي اللي نازل بدري غالبا هتلاقيه لو بيس ويت، يعني وزنه اقل من 2.5 كيلو. طيب طوله قد ايه البيبي ده؟ اللينس بتاعه كده هتلاقي اقل من 45 سم. ماشي، البيبي ده وصل البيبي بعد الولاده، كلام ما يهمنيش انا كنسا، ما يهمنيش، انا يهمني هو هيدرس هيروح محطه، طب كلام يهم الاطفال اكتر. انا يهمني الكلمتين اللي فوق بقى اللي هي قب وسيرفايكال تشينجز، هو ده اللي يهمني. الكلام واليورين والبريشر و السيرفايكال افيسمنت ودايلاتيشن، هو ده الكلام اللي يهمني انا كدكتور نساء. انا اشخص البيبي قبل ما يحصل، قبل ما تولد يعني. ايه الكومبليكيشنز بتاعت البيبي تيرم ليبر؟ كومبليكيشنز كلام برضه معروف لينا كلنا يعني مفيش فيه فهم. بيحصل اسفيكسيا، طبعا عارفين ليه مش كده؟ ليه اسفيكسيا؟ اسفيكسيا عشان مفيش سيرفكتن، فعنده اسبيرات السيستم ده، عنده اللانج ماتيوريتي مش موجوده، مفيش سيرفكتن في السكه. ماشي، فهنا يبقى في عندنا او دي اس. رقم واحد يبقى اول حاجه اسفيكس. رقم اثنين ممكن يحصل انترفينيال هيموش. ليه؟ راس البيبي دي بتكون ضعيفه فبيحصل كومبريشن على الهيد فبسهوله اي فيزرز ترابشر بسبب الكومبريشن على الهيد. ماشي، فيحصل انترفينيال هيموش. ممكن يحصل انفكشن. ليه انفكشن؟ هو طبيعي عند بعد 36 اسبوع المذر بتدي للبيبي هديه، عارفين الهديه دي ايه؟ الميونوجلوبولين جي. الميونوجلوبولين جي ده البيبي بيتولد واخد باسيف اميونيتي من المذر اجينست انفكشن. لكن في حالات البيتيرم ليبر بقى البيبي اتولد قبل ما ياخد الايه؟ الميونوجلوبولين جي ده. فبالتالي لايبل انفكشن بيعتمد على نفسه بقى. لكن البيبي النازل فول تيرم المذر بتدي له بتحميه بتدي له ايه؟ الميونوجلوبولين جي. ماشي،
ماشي. ممكن برضه كمان في بالو وجوندس. بالو البيبي ممكن يبقى عنده انيميا، عنده جوندس، مش في جوندس، في حاجه اسمها فيسيولوجيكال جوندس. في البيت بقى الفيسيولوجيكال جوندس دي بتبقى اكزاجيريتد اكتر واكتر. ليه بقى؟ لان سبب الفيسيولوجيكال جوندس او الجوندس بقى اللي في البيبي ماتيوريتي دي سبب ان الليفر انزيمز مش ماتيور انف. المفروض الليفر انزيمز دي تعمل كونجيوجيشن للبيلوبين، فهنا مش هيحصل له كونجيوجيشن، ففي زياده في الانكونجيوجيتد ايه بيلوبين. المهم يعني هيحصل جوندس في النهايه. ففي جوندس اوف بيبي ماتيوريتي، يبقى في جوندس وفي بالو. في ممكن برضه مال نيوتريشن وهايبوثيرميا. مال نيوتريشن عشان بيبي احنا قلنا بوسك لان مش هيعرف ان هو ايه يوضع كويس فبوسك ليه. الحاجه الثانيه بقى في عنده هايبوثيرميا. ليه هايبوثيرميا؟ لكذا سبب. اول حاجه مفيش سبكوتينيس فات ففي هيت لوس. حاجه ثانيه مفيش هيت برودكشن. حاجه كمان برضه عشان السيرم والجراتي سيرم بتاعه لسه مش ويل ديفولبت، البي سي ان اس مش شغال مظبوط، مفيش ريجوليشن للايه للتمبريشر بتاعه. واخر حاجه كده في الكومبليكيشنز ممكن، يعني الكلام مش مقتنع بيه، مش عارف الكتاب كاتبه ولا لا، بس هو الكتاب القديم كان كاتبه يعني بيقول لك في نقص في الانتلكشوال فانكشن ان هو بيبقى اقل ذكاء من زمايله. نقص اللي هو نازل بيه تيرم ده مكتوب في كتاب ولا ماشي يعني. هو في ناس قالت قبل كده ان هو كانوا نازلين بيه تيرم لما قلت الكلمه دي، انا ماليش دعوه ماليش ذنب يعني. هو الكتاب اللي كاتب عادي بيخش طب عادي مش مشكله خالص. لا من باب يعني ان هم بيخشوا مثلا المدرسه وكده مع اطفال كلها نازلين في الشهر التاسع، الاكبر منها يعني الاكبر منك بيوم بقى يقعد اكتر من سنه. اصل هو كلام مش مقنع يعني. تكييف؟ طيب ما ظبطوش ده كمان. انتوا عايزين تكييف؟ حد معاه ريموت؟ طيب طب ينفعوا ايه حتى اي حاجه سويتن ديبيتيف كيف بتاع الاستابليش دي كيسز بقى. واخر حاجه افتر ديليفري مش خدناها في الكلينيكال ديكشن دايجنوز. اول حاجه كده تريتمنت اوف ذا كوز. مين هو الكوز اللي احنا خدناه اكزامبل اصلا من شويه؟ سباينا امبورتنس. لو واحد عنده سيرفايكال امبورتنس عامل ايه بقى؟ الحاجه السيرفيس اسمها سيرفايكال سيركيولاج. عارفين الوسائل اللي بوجد بيها سيرفيس؟ الطريقه اللي بوجد بيها سيرفيس في كذا طريقه، ثلاث طرق اسمها شيوت بار، اسمها ماك دونالد،
والتالتة اسمها ابدومينال سيبريشن. مين احسن واحدة؟ ماكدونالد. دي اسهل واحدة واحسن واحدة اللي هي ماكدونالد اوبريشن. طيب ماشي، يبقى انا بعمل سيرفيكال سيبريشن. يلا يا جماعة اسمعوا. طب لو في سويت اندبيتيف، سويت اندبيتيف زي بعض مفيش فرق، الاثنين زي بعض، بس هو التريتمنت اساسا او اللي في الكتاب هو الاستابليش بس. يعني ايه بقى الايتمز بتاعت التريتمنت؟ هي هي بالظبط زي بعض، بس احفظها كده ان هي بتكون السويتين ست مهدده بالبيت. تعمل ايه بقى؟ اول حاجه بعملها هوسبيتاليزيشن، بدخلها المستشفى. طيب في الهوستل اديها تونكس. يعني ايه تونكس؟ محلي بقى اي جي فلويدز وكده، تكون هيدريشن. ماشي، اعمل لها بيد ويست. ويست يبقى بيد ويست، محتاجه بقى اي حاجه في المستشفى بيد ويست، مفيش اي تروما خالص. وبعد كده تدي انتي، تدي انتي سبازموليك، انتي بايوتيك وانالجيسك. انالجيسك ماشي، انتي سبازموليك عشان البين، ودي كمان انتي بايوتيك عشان خوفا ان يكون في انفكشن هي سبب البيتيرم ليبر. هنا بالنسبة للأنتي بايوتيك مكتوب عندكم أمبيسيلين. أيه هو بايوتيك أمبيسيلين ولا أيه؟ أمبيسيلين 2 جرام كل 6 ساعات، لا يعني لو عايز تاخد الدوز. فأنت بتدي إيه؟ أنتي بايوتيك اللي هو الأمبيسيلين. حاجة أخيرة برضه بتدي، بتدي في الآخر اسمها توبو، توبوليتكس أند كورتيكوستويدز، حاجتين مع بعض. في دواجز، إيه الدواجز اللي أنا بديها بقى في علاج البيتيرم ليبر؟ هو الكورتيكوستويدز وكورتيكوستويدز. كلمتين في دي وكلمتين في دي. نقول كورتيكوستويدز عشان نخلص منها. ليه بدي كورتيكوستويدز في البيشنت هنا؟ عشان بيعمل ايه الكورتيكوستويد؟ اسمه ايه الكورتيكوستويد اللي انا بديه؟ اللي انتوا حافظينه ديكساميثازون، بس انا عايز واحد تاني بقى. ايوه بيتا ميثازون هو ده الاهم. بس للاسف المشروع عندنا واللي احنا بنديه بيتا ميثازون مش موجود. طب ليه ديكس ميثازون؟ بس ده مش صح قوي. الاصح ان احنا ندي بيتا ميثازون. فاوكي خلاص ماشي، ادي بقى بيتا ميثازون او ديكس ميثازون زي ما انت عايز. كورتيكوستويدز. الدواج الثاني بقى اللي هو التوكوليتكس. طبعا معروف يعني ايه توكوليتكس؟ حاجه تعمل ريلاكسيشن لليبرس. طب هنطبق ان احنا نقول كلمتين على التوكوليتكس كده اللي هو ده اهم تريتمنت. ايه بقى بدي ايه هي انواع التوكوليتكس؟ احفظ معايا ست انواع توكوليتكس. ممكن تيجي سؤال واحد تقول لك دوات هم مين؟ نقول اسمهم الاول. بيتا 2 اجونست، يبقى كلهم اثنينات بيتا 2 اجونست و بروجستيرون. بعد كده اثنين كمان اللي هو انتي بروستاجلاندين وانتي اوكسيتوسين، واثنين كمان اللي هو ماغنيسيوم سلفيت وكالسيوم عشان الجلوكوز. التوكوليتكس فيتال ميستيك، على فكره فيتال ميستيك. لو انت قلت مثلا بوستاجلاندين مكان بروجستيرون، الغلطات اللي بنشوفها. فانت لو قلت كلمه بوستاجلاندين في تريتمنت هتطرد من اللجنه على طول. لو قلت الكلمه دي، لو لخبطت ما بين البوجستون والبوستاجلاندين طرد على طول. ماشي، احنا هنا بروتكتش جايب بالناس، يبقى بوجستون خلاص اوكي ده خلص. خلاص انتي بوستاجلاندين اسمه ايه؟ انتي بوستاجلاندين اسمه اندوميثاسين. قول علينا، عدى علينا في اندوميثاسين. في انتي اوكسيتوسين ده حاليا اشهر واحد في العالم كله، ده مهم، اهم واحد فيه اسمه ايه؟ خط كبير اهو كده، انا هكبر لك خط اهو. اسمه ايه؟ انتوسيبان. مش كلمة عادية دي، مهمة جدا. يبقى لك امس كيو ممكن ده اشهر في العالم كله، بس للاسف ما نزلش عندنا. انتوسيبان ده اشهر دواء في البيتابل. مغنيسيوم سلفيت مكتوب عندكم فوق دايبيتك، اي كلام بس يعني مكتوب على الوجه. كالسيوم مش عارف اقول لكم اسمه ايه؟ اسمه ليفيديمين. عارفين ايميلات وعدلات؟ ماليش دعوه بالاسماء دي قوي. اسمه ايه العلمي؟ نيفيديمين او كالسيوم شان بروكر. طب يبقى لنا بقى البيتا 2 اجونست. خد بالك في اثنين دراجز هنا هنقول. هم بقى الاثنين دراجز دول. يبقى نقول كده الاول بيتا 2 اجونست تشتغل زي الاول، بتشتغل على البيتا 2 ريسبتورز.
يعملها ستيميوليشن. انا شرح عنها حاجه كليتك صفحه الاخيره اصلا مش ما تقعدش تزودوا حاجه بقى. بس الناس ما لقيتش صفحه بيتا 2 اجونست ماشي. اول حاجه هنا بيشتغل على البيتا 2 ريسبتورز. هي البيتا 2 ريسبتورز دي ستيميوليتي ولا انهبيتوري؟ هي اي 2 ايه؟ اي 2 انهبيتوري. فهي دي انهبيتوري. مش البيتا 2 ريسبتور دي موجوده في اللنج في البرونكاي؟ لما ستيميوليت البيتا 2 ريسبتور بيحصل برونكودايليتيشن بتعالج البرونك الازمه. فالبيتا 2 اجونست دي بتعالج البرونك الازمه وبتعمل ريلاكسيشن للبيتاس بارت. لو عينين البرونك الازمه لما بياخدوا التريتمنت بتاعهم بيقول لهم بقى بوست تاني. خش بقى بوست تاني وبيجز. المهم اول حاجه شغال على البيتا 2 ريسبتورز اللي بتعمل ريلاكسيشن للبيتاس. ايه تاني بديها ازاي؟ بديها اي في لمده 48 ساعه. يبقى اي في 48 ساعه. ده النظام الجديد اسمه شورت تيرم تو كونكسس. زمان كانوا بيدوها اول لونج تيرم، حاليا ما عادش فيه اول خلاص. بعد كده في دراجز هنا اشهر واحد فيهم اسمه ريتودوين. ريتودوين ده اللي نحفظ اسمه كويس جدا. ريتودوين اسمه بالعربي كده، بالعربي ده لان هو ده اسمه تجاري في الصيدليه. لما تيجي تشتري اسمه يوتوبار. يوتوبار ده اسمه في الصيدليه، فانا مش عايز اسمه في الصيدليه، ما يهمنيش اسمه تجاري ايه. اسمه العلمي ايه؟ ريتودوين. في اكزامبل تاني؟ اكزامبل تاني احنا عارفينه بس يعني نادرا ما نستخدمهم دول، اللي هو الصلبدامول والتيربيتالين، دول بتوع البنك الازمه. لكن اللي احنا بنستخدمه كنسا اسمه اللي هو الايه؟ اليوتوب قصدي معلش اللي هو اسمه ريتودوين. في مشكله بس في البيتا 2 اجونست دي، ان انت لما بتديها بتعمل تاكيكارديا. وبالتالي احنا بنحطها في محلول ونقعد جنب البيشنت النايب ريزمنت بقى اللي هو الجينيو الصغير قاعد جنب العينه 48 ساعه ما بينامش. حاله بتبقى مزعجه جدا جدا. كل ده بيعمل ايه فيه؟ قاعد يقيس في البلس المحلول، قاعد ينقط نقطه نقطه وقاعد يقيس البلس. اول ما يوصل 120 بيوقف المحلول. بلس يهدى تاني يعمل ايه؟ يشغل المحلول تاني. اول ما يجي يقلق يقوم موقف المحلول وهكذا بيقعد يتعذب 48 ساعه. يعني لو حالف ولادها هيقعد جنبها شويه وهتولد ويقع ويروح ينام بعدها. لكن حد البيت بيعمل ايه؟ ما بينامش 48 ساعه. خلاص عادي شغل المحلول بيوقف المحلول عشان بيعمل ايه؟ ياخد بالك انها بتعمل ايه؟ تاكي كارديا. هنعمل ايه لو حصل تاكي كارديا؟ بلس 120 ستوب ذا بلد، والكلام ده بيتعمل في الحقيقه فعلا. طب خد بالك من حاجه ثانيه برضه اللي هي ان هو ممكن لو اتاخد مع كورتيكوستويدز ممكن يعمل بالون هيديما. طب انا هديه مع كورتيكوستويد ليه؟ قلنا هو في تريتمنت اهو. كليتك كورتيكوستويد ده يوم واحد بس 24 ساعه. فاليوم اللي هتدي فيه كورتيكوستويدز ادي اي حاجه ثانيه غير اللي هو الريتودوين. يبقى بندي كليتك ثاني يعني بيعمل بالون هيديما. فهمت يعني ايه؟ خد بالك من اثنين ضغط. مش كلمه عليها يعني. ياخد بالك مرتين من مرتين وضغط زي مرتين. اول حاجه كده نبدا بالاثنين بعدين بتشتغل على البيتا 2 ريسبتورز. حاجه ثانيه بتشتغل لمده يومين اللي هي 48 ساعه. هما اثنين ضغط فعلا اللي هما ريتودوين ده اول اكزامبل، والصلب دامول والتيربيترين ده الاكزامبل التاني. وتاخد بالك مرتين من ايه بقى؟ تاخد بالك من البلس عشان بيعمل تاكي كارديا ستوب ذا دراج. وخد بالك ما يتاخدش مع كوكوتيكوستوايز. فهمت يعني ايه الكلمه دي؟ الجمله دي؟ ماشي خلصنا التوكوليتيك دايز. بوست تير ماشي يلا ناخد بسرعه. بوست تاني بوست تاني ريفينيشن
داب ولانجيشن اوف بريجنسي اكتر من 40 اسبوع، قصدي اكتر من 42 اسبوع. يعني من المواضيع الضعيفة يعني اللي بتتلسك بوست ده وبوست تاب واحدة عدد 42 اسبوع ديفينيشن بولونجيشا وبينس اكتر من 42 اسبوع. بالنسبة للانسيدنس يعني حوالي 5% الى 10%. ايه هي الكوزز بتاعة البوست تاب؟ طيب هو اصلا ايه الكوزز بالست بعد 9 شهور بتولد؟ فاكرين ليه كان اسباب الوسط اوف ليبر؟ ما كانش حتى عارف ايه الست بعد 9 شهور بتولد؟ صح؟ ففي نظريات بتفسر. يبقى ليه الست بعد 9 شهور ما بتولدش؟ برضه ما احناش عارفين. وبالتالي الكومونست كوز بتاع البوست ده ما هو كيدي بس مش عارف. او لو الدكتور بيحسب غلط بقى اسمها ايه؟ ميس كالكوليشن. او مفيش برين اللي هو انكيفالي. انكيفالي المفروض اللي هي دي اللي بتفتح السيرفيس. طب انكيفالي ممكن يخش في بوست تاني. طيب ممكن برضه حاجه لو في مال نيوتريشن الناس بتقول هرمونال ديفشنسي. وقت حاجه الموضوع فاميليا فاميليا. طب لو انت عايز واحده بس يبقى فيديو بس كده الكومونست قصدي ده الايه المين كوز يعني فيديو بس. طب ازاي نعمل دايجنوزس للبوست تيرم؟ بالنسبه للدايجنوزس اول حاجه الابدومينال سايز بيكون كبير لارج ابدو ماشي. طب انا بقول لك الست دي 42 اسبوع عدت معادها، عدت معادها من ايه بالظبط؟ يعني 42 اسبوع ده من ايه؟ اه بالظبط من الفيرست دي اوف لاست نورمال مستوى البيبي. يعني ما ينفعش واحده جايه لي انا ما اعرفهاش اعمل سونار الاقي البيبي ما شخصهاش كده. امال ايه لازم الست تقول لي الاول اصلا ميعاد المستشفى امتى؟ لازم تكون متابعه معايا. تكون متابعه معايا من الاول وانا عارف ميعاد المستشفى الفيرست دي اوف لاست نورمال مستوى البيبي وبناء على بعدها ب 42 اسبوع يبقى الست دي بوست تيرم. لكن لو واحده جات لي في الشهر التاسع بقى مش عارف احسب لها مظبوط. لازم تكون متابعه معايا من الاول المفروض صح. فلازم اسك البيشنت تعالى الا بقى لو واحده يعني فاهمه كويس فخلاص يبقى ساعتها في سي دي بلس نمبر شال فيه. لو عدى عليه 42 اسبوع يبقى دي حاله بوست تيرم خلاص. يبقى لازم اسك ذا بيشنت اباوت في سي دي بلس نورمال من ستيبل بيريود. طيب لو واحده جات لي بتقول ان ميعادها عدى هعمل ايه؟ هفحص بي في. ليه بي في بقى؟ عشان احدد اذا كانت قربت تولد ولا لا. اذا كنت ابدا اعملها اندكشن اوف ليبر او لا. ازاي احدد اذا كنت اعمل اندكشن ولا لا؟ او اقول لها انت هتولدي في خلال يومين ولا لا؟ ايه الحاجه دي؟ لما بعمل فيه بشوف شويه حاجات كده في السيرفس. الحاجات دي هي سيرفايكال ايه؟ دايليتيشن. يعني ممكن تكون واحده مش مريضه بس السيرفس بتاعها دايليتد مثلا 3 سم. ماشي؟ وممكن يكون شوف الديفيسمنت. شوف الكونسستنسي كل ما السيرفس يكون فاهم وكل ما يبقى حاجه وحشه كل ما يكون صوت يبقى حاجه كويس. كونسستنسي والبوزيشن والستيشن اوف ذا هيد الخمسه دول مع بعض مشهورين جدا اسمهم ايه بقى؟ كلها عشان كده اسمها بيشوب سكور. بيشوب سكور. انا بعمل بيشوب سكور. بيشوب سكور ده ان انت ايفاليويت السيرفس وتفاليويت الهيد. بس ده بيشوب سكور. طيب ممكن تعمل اكس راي دي من الحالات القليله اللي بنعمل فيها اكس راي. ممكن تعمل اكس راي هتشوف ايه بقى؟ اكس راي. عارفين السوفيكيشن سنترز في الشرايين اللي هو الكالتينيس والديلس ده بيقفل عند 5 ده بيقفل عند 7 واللي بيقفل عند 9 هو الكيوبويد. لو عندك سوي هنا بقى تلاقي الكيوبويد السوفيكيشن سنتر قفل حصل له اوسيفيكيشن خالص. كيوبويد اوسيفيكيشن سنتر. طيب بالالترا ساوند اللي هنشوف ايه بقى؟ بالالترا ساوند هتلاقي هنا حاجه حلوه حاجه مهمه قوي اللي هي البلاسينتا نفسها اللي بقى هي كمان اولد ايج. هتلاقي البلاسينتا في البدايه خالص كده وهي 36 اسبوع مثلا هوموجينس. شويه شويه مع الايجنج بتاع البيبي كل ما البيبي يعجز تلاقي الكالسيفيكيشن يزيد. دي اسمها جريد 1 كالسيفيكيشن تحت كده عند البيس.
شويه شويه تمسك عشان يزيد ينتشر بس انا بقيت اثنين شويه شويه بين الاثنين لما ابص تاني بقى انا البلاسين ده بقى لوبيول الكلاسيفيكيشن بيقسمها الى لوبيول او اسمها جريد كام؟ جريد ثلاثه جريد ثلاثه بلاسينتا او اسمها لوبيوليت البلاسينتا دي علامه من علامات الايجنج يبقى انا بعرف ازاي ان البيبي عدى معايا ممكن من البلاسينتا مش من البيبي نفسه فحجم البيبي اخباره ايه؟ بقى كبير الفينس بيكون لارج سايز حاجة تانية البيبي لما بيكبر عارفين احنا بعد سنة في اسبوع بيبي بيشرب المية بتاعته يعني هنلاقي في الالترا ساوند هنلاقي فيه اوليجو هيدانس هتلاقي المية قلت تلاقي فيه اوليجو هيدانس فدي لما سنتين كويس ما زي بس ودي عادي مالينا كده اللهم ايه اوليجو هيدانس انا رسلت بس فادي قبل كده صح الوليجو هيدرامس انا ناخد الوليجو هيدرامس في اربع حاجات بيحصلوا دايما مع بعض الوليجو هيدرامس مع بوست تيرم مع بياسنتا ديسكشنسي مع اي جي ار لما يحصل واحده تلاقي التانيين موجودين طب هنا دلوقتي في عندنا بوست تيرم يبقى في ايه اللي حصل دي تعتبر كومبليكيشن ايه برضه الوليجو هيدرامس وشفتها في السونار الوليجو هيدرامس وفي كمان اي جي ار انت فاهم بوست ديستريكشن وفي كمان بلاسينتا الانسكشن يبقى البيبي لما يعدي معايا بالبلاسينتا تبقى كالسيفايد ما عادش واصل له بلاس كله كويس وما عادش هينمو اي شيء اه وبعد كده هيشرب الميه اللي حواليه فيحصل له اوليجو هيدرامس ماشي دي حاجات مرتبطه ببعضها يبقى البوست ده بيعمل الكلام ده فانك تلاقي فيه بالالترا ساوند فيه اوليجو هيدرامس وفيه تسلاش وفيه لوبيليتد بلاسينتا طب نكمل الكومبليكيشن البوست ده لما البيبي يكون حجمه كبير هيحصل ايه؟ يحصل اوبوست وقت للليبر وكمان ممكن يحصل شول دار بالسكيان اوكي مش احنا قلناها الاسباب شول دار سكيان الاسباب الماكوسوميا هو كبير هي كبيره هو عجوز هي عجوزه في البيلا عجوز يحصل شول دار بالسكيان ويحصل اوبوست وقت للليبر ماشي اخر حاجه في الدياجنوز البيبي بقى افضل ديليفري افضل ديليفري عكس البيبي اللي هي ماتيوب يبقى انا لما نوصف بيبي عكس البيبي اللي هو شعره طويل من هنا جوت باي جوت ساكلينج ايه يعني توقف فتره طويله ممكن ايه طوله بيبقى اكتر من 55 سم ووزنه بيبقى اكتر من 4 كيلو خلاص فبالتالي ده بالنسبه للدياجنوز بتاع البوست اخر حاجه بقى تشوف ايه شوف ثلاث كلمات هو انا خايف من ايه؟ واحد عدت بعد انا بخاف من ايه؟ اهو بلاسينتا انسفشنسي ده اللي انا بخاف منه ان البلاسينتا تكون كالسيفايد فالبيبي ما عادش يوصل له الهيدريشن فما عادش بينمو بقى. ده انا عشان كده لازم في التريتمنت. واحده جت بتقول انها بص ده اول حاجه عاملها هي اسسمنت. بس انا بتكلم على واحده 40 اسبوع مش 42. واحده جت لي 40 اسبوع بتقول لي انا كنت المفروض اولد امبارح ولسه ما ولدتش. اولدها ولا لا؟ 40 اسبوع لا اعمل الاول اسسمنت للفيتال كونديشن. هنا اعملها ايه بقى؟ نون اسيست تيست كونتراكشن اسيست تيست باي فيزيكال بروفايل موديفاي باي فيزيكال بروفايل الكلام ده كله بعمله لو طلعوا حلوين الدوبلر طلع حلو يعني الدوبلر طبعا ده اهم واحد لو طلع الدوبلر بتاعها حلو اوكي ممكن تروح وتيجي تاني او بقى عندهم ايه كل شويه ست في الشهر 9 على طول كل يومين يعني يوم يمكن انا تروح تعمل نمبر تيست تيست تروح تطمن وترجع تاني لحد ما توصل كام هم بقى بيولدوها او جايد لاينز جديده لازم تقول كام بس ده كلام لينا ما تقولوش انت فاهم حاجه دلوقتي بيولدوا بقى على 41 و3 ايام يعني ما عادوش 42 هي هو ما عرفش اختار هم اختاروا الرقم ده قال لك 41 3 ايام لكن هو الكلام اللي مكتوب في الكتب ده خلاص 42 فانت هنا بتعمل اسسمنت للفيجا كونديشنز للحاجات دي طيب افرض الست قعدت تروح وتيجي خلاص هو عدت بقى وصلت ال 42 فتاني حاجه بات اف نو اونست لحد 42 هعمل ايه؟ اللي هو قلت لكم الرقم الجديد دلوقتي 41 3 ايام بس ما نزلتش الكتب عندك 42 اسبوع وصلت له ولسه برضه ما دخلتش في ولادها هعمل ايه؟ كده دخلت في الشهر العاشر يعني هعمل ايه بقى؟ هعملها اندكشن اوف ليبر وتقول لي بعمل اندكشن بس طبعا الاندكشن له قواعد ايه هي القواعد دي؟ ايه اللي بيحدد لي اعمل اندكشن ولا لا؟ حاجه لسه قايلها حالا الباي شوب سكول الاول افحصها الاول بي بي في الهيد السيرف بتاعها فين وكلوزد والهيد هاي نعمل اندكشن على ايه؟ هيبقى فين الاندكشن طبعا فدي سيزيان سيكشن افضل لكن لو ينفع اندكشن يبقى تعمل ايه اندكشن وتقول لي بعمل اندكشن ازاي طيب في سيزيان سيكشن ممكن ده اخر حل سيزيان سيكشن اف فيل اندكشن
او لو حصل فيه تلبسس. ازاي بقى بعمل اندكشن اللي بقى ايه الطرق اللي انا بعمل بيها اندكشن؟ ايه معايا كده؟ خلاص طرق بعمل بيها اندكشن. في حاجات ميديكال وفي حاجات سيرجن، في اتنين ميديكال وفي تلاته سيرجن. اول طريقه ميديكال عم بفيها او اهم درجه اصلا الاندكشن هو مين؟ ايه الدرج اللي احنا عارفينه؟ هو حد يقول لي اوكسيتوسن. خلاص امال بدي ايه؟ بروستاجلاندين ولا بروجستيرون؟ بروستاجلاند. محدش يلخبط بينهم ماشي؟ بدي هنا بروستاجلاندين. بروستاجلاندين بس ايه انواع بقى البروستاجلاندين اللي بعمل بيها اندكشن؟ خدنا احنا قبل كده في البوست بارتر هيموج قلت لكم اف 2 الفا واي 1 واهميه الاي 2. هنا بقى عكس، هنا الاي 2 ده اهم واحد فيهم كله بس للاسف مش عندنا في مصر. الاي 2 ده موجود بره، احنا عندنا الاي 1. الاي 1 حتى حاليا كمان سحبوه من السوق وكمان بقوا ايه مش بيطلعوه اللي يعني هو متوفر وكل حاجه بس يعني ايه ما عادش الست تشتريه بسهوله كده. خلاص فبالتالي عندنا الاي 1 بيستخدموه في الابوشن. ماشي فهنا ايه دلوقتي منعوه عندنا كده بقى الشريط 24 جنيه بقوا بيبيعوه ب 400 جنيه دلوقتي. ماشي هو البوستاجلاندين اي 1، اي 2 مش موجود عندنا من الاول اصلا. خلاص فده الحاجه اللي بعمل بيها اندكشن. طيب ايه تاني ممكن؟ اوكسيتوسين ممكن، بس اوكسيتوسين ده مش من بدري كده، لازم الست الاول يجي لها ليبر بين وبتاع وكده ابدا اقوي الكونتراكشن ده بالاوكسيتوسين، ده يساعد بس، لكن اللي يبدا الكونتراكشن هو البوستاجلاندين. طب ممكن سيرجيكال؟ في وسائل سيرجيكال، هي ما اسمهاش سيرجيكال يعني بس مانوفر او حاجات بتتعمل. ممكن ادخل ايدي لو سيرفكس كده اهو، ادخل ايدي وبعدين اقعد ايدي كده ادلك الممبرين، ادلك ساكن اقعد ادلك. اسمها ايه الحركه دي؟ اسمها ستريبنج، ستريبنج اوف ممبرين. التدليك اللي انا بعمله ده بيستميليت الريتاين كونتراكشن ويطلع لوكال بوست جلاندين، اسمه ستريبنج اوف ممبرين. طيب في طريقه ثانيه كمان برضه ان انا ممكن ارابشر ممبرين، ارابشر الميوزك سيل. اسمها ايه دي؟ اسمها ارتفيشال رابشر اوف ممبرين، ارتفيشال رابشر اوف ممبرين، اي او ام، او اسم ثاني بتاعها امينيوتومي. طب ايه في الايتي سيرفكس مقفول خالص؟ انا عشان اعمل الاثنين اللي فاتوا دول لازم السيرفكس يكون مفتوح. ايه السيرفكس قافل خالص يعني ازاي ارابشر ممبرين والسيرفكس قافل؟ واصلا ما ينفعش، بلاش ترابشر ممبرين والسيرفكس قافل. ولا زي تعمل ستيرنج في حل تاني عملوه او بيعملوه بس مش عندنا برضه. ايه الحل التاني ده بيتعمل فعلا برضه؟ ان هو يدخله عارفين الفورس كاستر؟ فاكرين في سؤال اللي هو الانديكيشن الثاني بتاع الفورس كاستر غير ان هي كسر، يدخل فورس كاستر من السيرفكس وبعدين ينفلت البالون. اوكي يشدها كده اهو، يشدها من السيرفكس ويقوم شايل يثبتها بالمخده كده في رجلها ويقول لها يلا نام على السرير. بقى تنام على السرير بقى لحد الصبح، بعد كده الموضوع ده بتنده على الدكتور، الحق الدكتور بسرعه الفولز اوت، الفولز خرجت هيروح يفحص عليها السيرفكس هيبقى ايه؟ 4 سم. يبدا بقى يديها البوستاجلاندين والاوكسيتوسين ويعمل الحاجات التانية، يبقى ازاي يفتح سيرفكس بالحركه دي؟ يستخدم الفولز كاستر، بيعملوها دايما على طول. بس يعملوها لما يكون السيرفكس، لما يكون السكوب بتاعها وحش. يعني ست السكوب بتاعها وحش اخليه حلو ازاي؟ بالحته بتاعت الفولز كاستر دي. في اولد ميثودز بقى كلام عيب اللي احنا نقوله، اولد ميثودز زي الاندكشن. في ناس لا زالت حتى لو الناس كبار برضه بيقولوا للبيشنت ده هو كاستور اويل زيت خروع. بعد عدد معانا مش بتقولي له لا هو هيشرب زيت خروع، تقعد تروح تشرب زيت خروع في البيت بيجي لها دايريه وتيجي للدكتور تشتكي من دايريه وخلاص. ده كل ماشي. الناس كتير جدا مش عارف يعني مش الديان بس، للاسف بلاقي ناس دكاتره بيقولوا لها هيشرب ايه؟ كلها شرطه بيسموها شرطه. المهم ايه تاني برضه ممكن؟ في حاجه اسمها لامينايا تنت. الكلام ده ما تقولوش في موضوع البوست تاب، ما تقولش الكلام ده، ده انا بقوله بس يعني باخد موضوع تاني دلوقتي اسمه اندكشن اوف ليبر، دخلت في موضوع تاني ماشي. ففي حاجات اولد ميثود للاندكشن اسمها لامينايا تنت، دي نوع من انواع الطحالب بتجيبها وتحطها جوه السيرفكس. السيرفكس مش راضي يفتح، فانت بتجيب الطحالب دي تحطها جوه السيرفكس تقعد تشفط الميه بالظبط، تقعد تكبر 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 كده فايه؟ فتفتح السيرفكس ماشي، بتقعد تنفش كده مظبوطك دايليشن ماشي. في برضه زمان بقى حاجه كنت بنسال برضه كلام عيب ان احنا نقوله يعني، هيقول لك ممكن كولد باس، حمام ميه ساقع جدا او في هوت باس برضه
ممكن مكتوب بعد كده، بس انا كده يعني انا حطيت لك نقط كده الكثافه، بس انا قلت قلت لك بالالكتريستي الكهرباء البيشنت والله انا قلت لك كده خلاص سيبك من ده، ما حدش يقول لك اولد ميسو دي اوعى تقولها انت، بس اللي معايا حاجه لازم اعملها. ايوه انما بشكل عام اخر موضوع كان الكترود على الصفر الكترود ماشي ناخد الانت هتعمل فيه ده موضوع خفيف كده نخلصه. بالنسبه للديفينيشن يعني ايه فرايتيتال ده ليزم ذا ويز نو اكسبرجن، بس امتى؟ بعد 20 اسبوع. لو مكتوب عندك الديفينيشن كده زوره. لازم تحدد بعد 20 اسبوع. طب افرض مات قبل 20 اسبوع مش هيقدر ينزل. ما اسمهاش عروش. بيجي ميت جوه مش هيقدر ينزل قبل 20 اسبوع، اسمها ايه؟ اسمها ميزد عروش. لا انا عايز ميزد عروش مش عايز عروش. لو مات بعد 20 اسبوع ومش هيقدر ينزل بقى اسمها انفرتايم فيتال ديث. طيب يعني ايه ستيل بيرس؟ ستيل بيرس اللي جنبي اسمه ستيل بيرس هو نفسه اي فري بس مش نفس المعنى. ستيل بيرس يعني البيبي اللي كان ميت جوه ده اتولد خلاص. ستيل بيرس يعني خلاص اتولد بس ميت. يبقى ده بقى سبيبي اوف ديت بيبي بس امتى؟ بعد كام؟ بعد 20 اسبوع. طب لو بيبي ميت قبل 20 اسبوع واتولد؟ ما اسمهوش ستيل بيرس اسمه ابورشن بقى. البيبي نزل قبل 20 اسبوع سواء عايش او ميت اسمه ابورشن اصلا. ماشي لكن لو ميت جوه قبل 20 اسبوع اسمه ميزدا. طب بيبي ميت جوه بعد 20 اسبوع اسمه اي اف دي. اتولد بس اسمه ستيل بيرس. لسه مش فاهمين؟ طيب هم جايين بقى نرسمها كده ولا نعمل لها نظبطها احسن. خلينا مثلا نخلص الموضوع عشان الناس المستمعين. بالنسبه للكوز بتاعت الاي اف دي اكتب عليها كده زي اسباب الابورشن. الحاجه اللي تموت البيبي تشبه بالظبط الحاجات اللي تموته ايه اللي يموتوا ليه يموتوا ايه اللي يموتوا معانا، بس في شويه اختلافات كده. فانا عشان كده خليني حاطط خطوط تحت بعض الكوزز كده. الخطوط دي تعني ان دي حاجات ما اتقالتش في الابورشن. تلاقي الاسباب فيها فيتال ماتيرنال بلاسنتال حاطط تحتها فقط، لان هناك في الابورشن كنا قلنا كلمه باتيرنال مش بلاسنتال وايجي واسي. طب نقول كده في تلفوز زي ايه؟ ممكن كروموزومال ابنورماليتيز. كروموزومال تعمل ابورشن وتعمل برضه تعمل برضه اي في دي. لو ماشي غير لي مات يموت ايه البيت عادي. فكروموزومال ادي اي اكزامبل ايه تاني؟ ممكن يبقى كونجينيتال انوميلز في البيبي. كونجينيتال مش لازم كل الكونجينيتال تكون كروموزومال، يعني كروموزومال دي حاجه وكونجينيتال دي حاجه ثانيه. عين كيف اللي مثلا ده كونجينيتال يموت البيبي بس مش كروموزومال، يعني عارف الكروموزومال اللي هي الداون والترنر وكده وكونجينيتال انوميلز. ممكن تروما للبيبي بس التروما هنا يعني بقى كورد امبليكال كورد اكسيدنت. ايه كورد اكسيدنت؟ لما يحصل كورد بولابس او كورد نوت او كورد كويلز دي كلها اكزامبلز. ماشي ممكن انفكشن كويل او نايتس مثلا تعود البيبي. ماشي ممكن بدل نيوبلازم او بدل تيومر هنقول كده توين توين ترانسفيوجن. عارفين الحته دي؟ توين توين ترانسفيوجن يعني ايه؟ توين زي لهم نفس البلاسينتا فيحصل ديفيوجن لانفكشن من واحد للتاني. فالدونر اللي هو بيدي للبيبي التاني لاخوه هو اللي ممكن يموت بقى. يعني مش الاثنين بيموتوا، ممكن في الاي اف دي ده يكون ديس لوان بيبي بس. الاسم التاني بتاع الفيتال ديس اسمه فيتال ديمايز. لو شوف كلمه ديمايز دي يعني ديس فيتال ديمايز. فممكن يبقى في سنجل فيتال ديمايز وان بيبي بس اللي يموت. تبقى طبعا مشكله كبيره يعني ان هو واحد اللي يموت والتاني لسه عايش. هنعمل ايه؟ هنولد التاني مثلا؟ خلاص فتبقى الموضوع محير. المهم يعني توين ديمايز ممكن يحصل ديس للايه؟ للدولار بيبي. طيب ممكن برضه ناخد جامعه تاني. لو فاكرين الحروف دي كنت قلت لكم كلمه ماشي وجاي هتفكر احنا
سبع اسباب كده هم كانوا بيعملوا ابورشن هنا برضه يعملوا فيتال ديس. ميديكال ديزيز زي مين الميديكال ديزيز ده احسن اكزامبل طبعا. لكن مفيش مانع بايه كلامسيا هارت وين ديزيز ليفر ديزيز حط اي حاجه. طب ايميونولوجيكال ديزيز هو نفس الاكزامبل اللي انا قلته زمان كان مين اسمه ايه الايميونولوجيكال ديزيز انتي فوسفوليبيد سيندروم اللي هو يحصل ثرومبوزس في البلاسنت وعلاجه هيبقى اسبرين اوكي. والادويه كان اسمها انتي كارديوليتيك ماشي. انا عذرت يعني ان انت مش بتاكل انسى دلوقتي بس يعني ايه حاول تفكروا كيميكال دراجز وبتاع وسموكينج وكيميكال ماشي. ممكن انفكشن اللي هي الستورش والكويرمنايز زي ما قلنا قبل كده. هنا جنرال توما لو حصل جنرال توما ممكن يحصل بلاسين كان سيبريشن. جاهزين؟ هم اللي بيسالوا الناس جاهزين يعني؟ طيب انا خلاص بخلص اهو لو الناس كلها جاهزه خلاص انا بخلص. دقيقتين خلاص مش هكمل خلاص. جنرال توما او اتش اي زوجايزيشن والاندوكراين هنا الاندوكراين شنها؟ ما كانها اسيدوزس اند هايبوكسيا. مش معنى ان انا حاطط تحتها خط يعني كلام مهم خالص. هي الفكره بس ان هي مقارنه بالابورشن يعني. طيب بالنسبه للدياجنوزس بالنسبه للكومبليكيشنز بتاعت الاي او اف دي زي الميز ده ابورشن بالظبط اللي هو مين بقى دي اي سي وانفكشن وستريس وانكزايتي. لو البيبي ميت فتره طويله فتره طويله ده هيبقى قد ايه؟ اربع اسابيع. لو البيبي قعد اربع اسابيع ميت يحصل له دي اي سي ويطلع مواد معينه تعمل دي اي سي. حاجه ثانيه هو ديك بيبي جواليتس فتره طويله برضه يعمل انفكشن. حاجه كمان الست لما العيل يموت بيحصل لها ستريس وانكزايتي وبتاع وسايكولوجيكال ايه بروبلمز. بالنسبه للدياجنوزس بتاع الاي او في دي اول حاجه بالنسبه للدياجنوز خلاص احنا فاضل لنا دقيقتين خلاص خلاص بس احنا خشوا خشوا عشان مش مشكله بس خلاص يلا يا صاح يلا نقلب اول حاجه في الاس 3 البيبي ميت في فيليا اوف ابدومينال انلارجمنت فيليا اوف ابدومينال انلارجمنت. بعد كده الست معلش هتحس بالحركه ازاي ما حسيتش بالحركه دي ابسنت كويكنينج. بعد كده في ميلك سكريشن نزول الميلك والبيبي لسه جوه الست بدات تلاكتيف خلاص معناها ان الحمل ده انتهى خلاص. فبالتالي يبقى في ميلك سكريشن في ثلاث حاجات فيري اوف ابدومينال انلارجمنت كويكنينج ابسنت كويكنينج وفي ميلك سكريشن. هعملها ابدومينال اكزامينشن هلاقي فاندال ليفل فيتال بالز فيتال ساوندز فيتال موفمنتس كل ده مش موجود ديكريز كده او مش موجود يعني فاندال ليفل اقل من بيرث فاندال ليفل بيبقى عشان بيكبر. فيتال بالز معلش محسوسه كويس ما عادش فيه تون في البيبي. فيتال ساوندز مش مسموع ما تقوليش ديفيكولت مش مسموع اصلا خالص ابسنت. والفيتال موفمنت برضه بتكون احسن. بعد كده في اللوكال اكزامينشن بقى هتلاقي فيه دارك ديسشارج. زمان في الميز ده كنا وصفنا الديسشارج ده وكنا سميناه بون جوس. في دم كده بيبقى مخفف وميه كده ولونه غامق يبقى فيه دارك ديسشارج. هناك يعني في الميز ده كان اسمه بون جوس. هو هنا ما قالش ان هي بون جوس. بس غالبا هو يعني بس هو ما قالش الكلمه. طيب بالنسبه للانفستيجيشنز بقى مهمه جدا انفستيجيشن بعمل ايمجنج. يعني ايه ايمجنج؟ يعني الترا ساوند الاقي ابسنت كارديو بالسيشن واعمل اكس راي هلاقي شويه ساينز مهمه جدا جدا ساينز دي خصوصا في الشفوي اللي هم اصبر اللي هي هالو ساين بولدنج ساين وبول ساين وبودا اتيتيود وروبرت ساين. يعني ايه كل واحد بسرعه هالو ساين يعني البيبي لما يكون ميت بس في حاله معينه مش اي حاجه. البيبي لما يكون ميت بسبب الار اتش مش قلنا من اسباب الديس او اتش. طيب لما يكون البيبي ميت بسبب الار اتش ايزومينيزيشن هتلاقي الهيد بتاعته فيها ايديما اوكساسكال. ايديما كده اسمها هالوساين ايديما اوكساسكال بتبقى عباره عن هاله او دايره كده حوالين الهيد. سبولدنج ساين سبولدنج ده يعني ايه؟ فاكرين لما قلت لكم المولدنج قلت لكم المولدنج ده بيحصل فين؟ عند الايه؟ عند الاوكسيبر بس عند البوستيريو فونتانيل نيفر فيس نيفر فرانتال.
الا في حاله واحده بس الديب بيبي، الحته دي بقى تبقى ايه فيها مولدنج اكسسيف اوفرلابنج للايه للفرونتال بونز، دي ما تحصلش الا في الديب بيبي وما اسمهاش مولدنج، اسمها سبولدنج بقى مش مولدنج. في بول ساين يعني البيبي متكور حوالين نفسه، متكور كده ملفوف حوالين نفسه زي الايه زي الكوره، فاسمها بول ساين. في بودا اتيتيود حاله خاصه برضه هي نفس الحاله دي، الحاله دي اللي هي الهيدروس بيدالس، فيها ايه فيها ايديما مزاسكال اسمها هالو ساين، وفي ايديما كمان بلور فيوجن، وفي اسايتس، وفي ايه كمان بقى رجليه رجليه فيها ايديما، فتلاقي البيبي ايه رجليه بعض عم بعمل ابداكشن كده، فالابداكشن عامله ده عامل زي تمثال بوزه وهو يعيش، اسمها بودا اتيتيود. بعد كده اوبرت ساين هتلاقي فيه جاز بابلز، جاز بابلز في السيكل ده اوبرت ساين. بالنسبه للتريتمنت، تريتمنت زيه زي الناس ده عشان ازاي، اول حاجه ممكن ويت، اقصى حاجه ويت فيها كام 3 ل 4 ويكس، جايز يحصل سبونتينيوس سبونتينيوس ديليفري. تاني حاجه ممكن نعمل له ميديكال ايفاكيويشن، مفيش هنا بقى ايه مش زي الابوش عاده نقول دي ام بي سي وسكشن والكلام ده، لان كانت قاعده هناك ان الدي ام سي والكلام ده بيتعمل قبل 12 اسبوع، فما تقوليش الكلام ده، هنا ايه ميديكال على طول. ازاي ميديكال بقى؟ لسه قايلها حالا في الاندكشن اوف ليبر، بوستا جلاندين هو الاساس، ممكن نساعد بالاكسيتوسين، ممكن اعمل اندكشن برضه بالستيرنج اوف ميمبرين، نفس الكلام الستيرنج اوف ميمبرين او الارتفيشال اوف ميمبرين او حتى الفوليز ايه كاسيتر. طب فشل الاندكشن ممكن اعمل سيزيريان سيكشن لو احنا بعد 28 اسبوع، او هيستيروتومي لو احنا قبل 28 اسبوع. ما ننساش برضه في سنتر اوف كومبليكيشنز، علاج الدياسيف فايبونيجن فريش بلازما او فريش بلازما، علاج السايكولوجيكال برضه يبقى سايكوسيرابي، وعلاج الانفكشن ابي انتي بودي. ماشي ده الاي او تي. بصوا بقى المواضيع اللي ما خدناهاش، حد يبقى يكتبها كده بس عشان يبقى كله. ممكن نسيت؟ ما هو ده.